صلاح يواصل تحقيق الأحلام ويصل للهدف رقم 200 في بطولات إنجلترا، متخيل الرقم؟ النهاردة صلاح سجل هدفين في فوز فريقه ليفربول على برينتفورد في الدوري الإنجليزي علشان يوصل للهدف رقم 200 ليه في كل بطولات إنجلترا بواقع 198 هدف مع الريدز وهدفين مع تشيلسي. مش بس كده، صلاح بقى رابع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يقدر يسجل في 6 مباريات متتالية على ملعبه في البريمير ليج. صلاح اللي فاز بجائزة أفضل لاعب في مباراة اليوم وصل إنه يكون ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلاً وصناعة في عدد المباريات المتتالية على ملعبه، بواقع 15 مشاركة في الأهداف. يا سلام، أرقام عظيمة للملك المصري ما كناش نتخيل حتى تحصل في الأحلام. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. اليوم يوم رائع في الدوري الانجليزي الممتاز، كان في شويه مباريات حلوه حلاوه. طيب تعالى اقول لك الاول النتائج اللي حصلت في الدوري الانجليزي النهارده، وبعد كده نتكلم عن صلاح لوحده ونتكلم عن مباراه تاريخيه حصلت النهارده. ليفربول النهارده فاز على برينتفورد 3 دون رد، محمد صلاح سجل الهدف الاول والثاني 39 و62، والهدف 62 ده هدف نادر من نوادر محمد صلاح، هدف بالراس. ديجو جوتا سجل الهدف الثالث في الدقيقه 74. النهارده استون فيلا فاز كمان على فولهام 3-1، وبرايتون وشيفيلد يونايتد تعادلا ايجابيا 1-1، ويست هام يونايتد فاز على نوتنغهام فورست 3-2. ومباراه تاريخيه النهارده في الدوري الانجليزي، احنا من احلى المباريات اللي ممكن تشوفها في حياتك، تشيلسي ومانشستر سيتي تعادلا ايجابيا 4-4. هالاند سجل هدف الاول في الدقيقه 25 من ضربه جزاء، وبعد كده تياجو سيلفا المدافع المخضرم لتشيلسي سجل الهدف، هدف التعادل في الدقيقه 29، وبعد كده رحيم ستيرلينج اضاف الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقه 37. تعادل اكانجي لي للسيتي في الدقيقه 45 عشان تخلص الشوط الاول 2-2. بدايه الشوط الثاني كانت ناريه، هالاند قدر يسجل الهدف الثالث يتقدم للسيتي في الدقيقه 47، وبعد كده جاكسون تعادل لي تشيلسي في الدقيقه 67. رودري سجل هدف تقدم اخر للسيتي في الدقيقه 86، بقت النتيجه 4-3. وكول بالمر يسجل لتشيلسي، كول بالمر لاعب مانشستر سيتي السابق، يسجل لتشيلسي هدف التعادل في الدقيقه 94 من ضربه جزاء. مباراه في منتهى الروعه والاثاره. تعالى بالمره اقول لك كمان في الدوري الاسباني النهارده حصل ايه في الجوله 13. برشلونه فاز على ديبورتيفو ألافيز 2-1، كان متاخر بهدف وقدر يسجل هدفين، واشبيليه تعادل ايجابيا 1-1 مع ريال بيتيس. في الدوري الايطالي الجوله 12 نابولي خسر من امبولي 1-0، لاتسيو وروما تعادلا سلبيا عشان لاتسيو يقطع مسيره رائعه جدا لروما في الدوري الايطالي حتى هذه اللحظه. في الدوري الفرنسي الجوله 12 ليل وتولوز تعادلا ايجابيا 1-1، ومينز تعادل او فاز على نانت 3-1. طيب ده فيما يخص الدوريات الاوروبيه النهارده حصل فيها ايه. محمد صلاح بقى، انا وانا بتفرج على محمد صلاح النهارده بتفرج على الارقام، بتفرج على التاريخ اللي يصنع، مش النهارده بس، النهارده وامبارح اول امبارح وبكره ان شاء الله وكل الايام، حاجه فوق الخيال. تذكرت من كام سنه كده نجمنا المصري الرائع، كان مهاجم رائع جدا، اي نعم ما كملش مسيره رائعه بس كان مهاجم رائع جدا، افتكرت عمرو زكي. كان عمرو زكي وحكايته مع ويجن، وكان في عقده انه لازم يسجل 10 اهداف في الدوري الانجليزي وان الزمالك هياخد مقابل لده وحاجات كده، فكنا بنعد الاهداف مع عمرو زكي، فلما سجل 10 اهداف مع ويجن قلنا يا خبر ابيض، احنا بقى عندنا دروجبا في الدوري الانجليزي،
احنا بقى عندنا اعظم مهاجم في تاريخ الدوريات الاوروبيه والعالميه والمصريه وكل شيء. 10 اهداف. طبعا كان في قبليه اسم كبير وتاريخي طبعا في الملاعب الاوروبيه مش بس في انجلترا، احمد حسام ميدو. بس لما تيجي تتكلم على محمد صلاح، انت عارف يعني ايه بتسجل 200 هدف في انجلترا؟ 200 هدف ده فوق 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 الخيال، واكتر شويه فوق كمان. مستحيل مستحيل كان يجي في بالك ان في لاعب مصري في انجلترا يسجل 200 هدف. 200 هدف ولسه ان شاء الله لسه الايام كتير. رقم خزعبلي، رقم لا يصدق، رقم يعني يخليك فرحان ومبسوط وفخور ومنتشي كده. 1000 مليون مبروك لمحمد صلاح، ربنا يا رب يكرمه فيما هو قادم. لاعب مجتهد، لاعب عنده ضمير في شغله، لاعب مركز، لاعب محترف، لاعب بيدي للدوري الانجليزي وبيدي لليفربول وبيدي لنفسه وبيدي لبلده كل هذه الانجازات. كل انجاز بيعمله محمد صلاح هو بالتاكيد محسوب ليه ومحسوب لينا احنا. اسم مصر لما بيتكرر دايما جنب محمد صلاح ده فخر لينا. المعلق لما يقول، الصحافه لما تقول، الجماهير لما تهتف، كل ده لينا، كسبانين احنا، كلنا كسبانين. هتيجي تقول لي الجمله الشهيره دي اللي هي ايه، ما يا عم اكيد بيعمل لنفسه. ما طبعا بيعمل لنفسه. اتحرك لما تنزل من بيتك وتروح تشتغل، وانا لما بنزل من بيتنا بروح اشتغل بحاول انجح انا لنفسي. بس حلو قوي لما يبقى نجاحك كمان في حواليك ناس كتيره كسبانين منه، فده بلده كسبانه منه، كسبانه من محمد صلاح. نجاحه ده احنا بنكسب منه بشكل مباشر بشكل غير مباشر، احنا كسبانين كلنا. فان شاء الله يا رب الارقام تزيد وتبقى احسن. تعالى اوريك الارقام القياسيه اللي عملها مع محمد صلاح بعد ما سجل هدفين النهارده في فوز فريقه على برينتفورد. بالمناسبه هو ثاني الهدافين في الدوري الانجليزي حتى هذه اللحظه طبعا تحت هالاند. هالاند طاير ما بيهداش. هالاند محمد صلاح اصبح اول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 6 مباريات على التوالي على ملعب انفيلد في بدايه موسم الدوري الانجليزي، والنجم المصري سجل او صنع في 15 مباراه على التوالي في الدوري الانجليزي الممتاز على ملعبه ليصبح خلفا لألان شيرر. شوف الاساطير، ألان شيرر صاحب ال 18 مباراه وتيري هنري صاحب ال 17 مباراه. هنلحقهم ان شاء الله. رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري إلى 10 أهداف، ثانياً في قائمة ترتيب الهدافين خلف هالاند صاحب ال 13 هدف بهدفيه في شباك برينتفورد. وصل صلاح إلى 200 هدف في كرة القدم الإنجليزية خلال مسيرته الكروية، حيث رفع رصيده من الأهداف رفقة ليفربول إلى 198 هدفاً إضافة لهدفين سجلهما مع فريقه السابق تشيلسي. رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى 149 هدفاً في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي ليحتل المركز 11 في قائمة هداف المسابقة بالتساوي مع ليس فيرناند، ويتبقى له هدف وحيد لاقتحام قائمة العشرة الأوائل بالتساوي مع مين؟ مع مايكل أوين الذي سجل 150 هدفاً. يا خبر أبيض على الأرقام، يا خبر أبيض على الأرقام. ده خلى يورجن كلوب بعد المباراة قال إن صلاح لاعب استثنائي وقدم مباراة عظيمة جداً ضد لاعبين طوال القامة في الدفاع والوسط وساعدنا كثيرا على الاحتفاظ بالكرة. قال الهدوء اللي سجل بيه الهدف الأول كان جنونيا في ظل لحظات جيدة للفريق، وكان مهم جدا أن الفريق يسجل. احتفل الجميع بالهدف الثاني أكثر لأنه رقم 200 في تاريخ محمد صلاح. ده كلام يورجن كلوب. طيب بالمناسبة النهاردة يورجن كلوب لمح لحاجة مهمة هي واضحة للجميع طبعا، بس مش لمح يعني قالها بشكل غير مباشر. قال لك النهاردة صلاح كان متألق جدا أمام لاعبين أقوياء وطوال القامة. القوة البدنية والجسمانية عند محمد صلاح بقت مدهشة، العالم كله يتحدث عنها، إن هو مش مجرد لاعب ممكن يبقى قصير القامة نسبيا بس قوي جدا. احتفاظ محمد صلاح على الكرة تحت ضغط، لما بيخش في مناوشات مع لاعبين أقوياء جدا بيعرف ياخد الكرة في وسط عدد كبير من المدافعين بيعرف يخترق ويسجل. دي محتاجة شغل بدني وعضلي انت مش متخيله. طيب عشان يوصل للمرحلة دي محمد صلاح ما اعتمدش بس على ان انا راجل موهوب، ان انا راجل عندي مهارات، ان انا راجل بعرف اسجل كويس. كل ده ممكن يبقى عند مليون لاعب في مصر، مليون لاعب مش ببالغ يعني، ممكن يبقى عند مليون لاعب في مصر نعرفهم او ما نعرفهمش.
بس التفاصيل دي عشان تلعب في الدوري الانجليزي وتتالق في الدوري الانجليزي او تلعب في اي دوري اوروبي لازم تكون عندك التفاصيل الجسمانيه البدنيه العضليه دي، تفاصيل كبيره مهمه. مش بس زمان كان يقول لك ايه اللعيب ده حريف، وممكن اديك الف مثل لاعبين كانوا حريفه قوي في الكوره في مصر بس ما احترفوش في اوروبا. ليه؟ ان الحرفنه والمهاره، المهاره فقط لا تكفي في اوروبا، ما تكفيش، لازم عندك قوه بدنيه كبيره، وده عند محمد صلاح. طيب تعال نروح لاخبارنا. مصدر مقرب لرقم 10 قال لنا التفاصيل التاليه فيما يخص مارسيل كولر. مارسيل كولر عنده وكيل اسمه دينو لامبرتي، ده وكيل كولر. الراجل قرر انه يعرض مارسيل كولر على نادي الوحده الاماراتي عشان يبقى مدرب للوحده الاماراتي بعد مدرب الاهلي السابق بيتسو موسيماني. تمام؟ وكيل مارسيل كولر شغال كمان انه بيسوق كولر في الدوري السعودي عشان في عدد من الانديه في الدوري السعودي يا اما اطاحت بمدربين يا اما بتفكر تطيح بمدربين، فهو حاطط اسم مارسيل كولر في الحسبان. طيب ده او انا بقول لك المعلومه دي ليه؟ مارسيل كولر مستقر في النادي الاهلي 100%. مارسيل كولر ما عندوش مشاكل يعني كبيره، عنده مشاكل ممكن تفاصيل ممكن تبقى عند اي فريق في العالم يعني، بس مش المشاكل اللي تخليه عايز يمشي من النادي الاهلي. حقق نجاحات كبيره مع النادي الاهلي، لسه عنده فرصه يحقق نجاحات اكبر مع النادي الاهلي. بس ده ما يمنعش انه عنده وكيل، الوكيل ده بيشتغل طول الوقت للمدرب. ليه؟ يقول لك والله النادي بتاعه حب يمشيه في اي وقت يبقى عنده نادي تاني اخر جاهز. والله النادي الاخر الجاهز دوت ممكن يديله مقابل مالي اكبر من اللي بياخده في نتيجه فاعرضه على المدرب لعل وعسى. تمام؟ بس انا اديتك الخبر دون ان اؤكد لك ان الراجل ماشي عشان ما تاخدش مني الخبر وتقول ايه؟ الحق كريم بيقول ان مارسيل كولر ماشي. لا، ده بيحصل في كل المدربين في العالم، ان الوكيل بيفضل يشتغل لك طول الوقت. انت بقى براحتك، عايز تكمل مع فرقتك، عايز تسيب فرقتك وتروح فرقه ثانيه، فرقتك سابتك فابقى مجهز لك فرقه ثانيه. بس ده الوضع الحالي. اول الحاجات اللي عرضها وكيل كولر كان نادي الوحده الاماراتي. ماشي. في خبر كمان مهم. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره السابق في النادي الاهلي، بحسب مصدر في نادي الترجي قال لنا ان احد المقربين من حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي عرض عليه اسم الكابتن سيد عبد الحفيظ لتولي منصب مدير الكره في الترجي في ظل بحث اداره نادي الترجي في الوقت الحالي عن مدير كره. كابتن سيد عبد الحفيظ اسم مطروح على اداره الترجي ليكون مدير كره في هذا النادي الكبير. طبعا خبرات كبيره طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ في هذا المنصب. خبر اخر يخص النادي الاهلي. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي طلب تاجيل حسم ملف التعاقدات مع مهاجم اجنبي تحت السن لتدعيم هجوم الفريق في الميركاتو الشتوي القادم. شركه الكوره بالنادي الاهلي عرضت على كولر التعاقد مع مهاجم اجنبي تحت السن في الانتقالات اللي جايه لتدعيم خط الهجوم، لكن كولر شايف انه محتاجين شويه وقت، او هو محتاج شويه وقت للتفكير. هكمل اخبارنا، بس معايا عبر الهاتف الان الاستاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم ورئيس بعثه منتخبنا الوطني للشباب في بطوله شمال افريقيا في الوقت الحالي في تونس. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي يا استاذ كريم، الله يخليك ونورك يا حبيبي. يا رب يخليك. طمنا بدايه كده على بعثه منتخبنا الوطني للشباب في تونس والوضع بالنسبه للمعسكر. والله الامور زي الفل يعني، تمام. الاولاد اتمرنوا النهارده اول تمرينه، وما شاء الله يعني عندهم اصرار وعزيمه غير عاديه. الجيل ده جيل محترم ان شاء الله، كلنا امنين انه هيعمل حاجه ان شاء الله. طيب ما هو ده اتفضل اتفضل يا فندم. اتفضل انا ده هو ده السؤال اللي كان جاي. هو ده سؤالي، هقول لك السؤال على طول، هقول لك السؤال واسترسل حضرتك براحتك. سؤالي اللي جاي انه احنا كجماهير كرة قدم مصرية مستنية تشوف جيل عظيم لمنتخب الشباب. عادة في كل منتخبات العالم، مش احنا بس، في اجيال بتبقى موهوبة جدا ومميزة جدا، وفي اجيال ما بتبقاش موهوبة ومميزة. هل نطمن من هذا الجيل؟ هل نبقى حاسين انه ان شاء الله هنشوف جيل عظيم؟ والله
ان شاء الله والله كلنا يعني بنقول ان جيل 2005 ده ان شاء الله هو جيل محترم. اولاد ما شاء الله عليهم كلهم قوه وموهبه. يعني لو تشوف التمارين حتى في مصر قبل ما يجي هم كانوا عملوا طبعا بذيك الوقت الشديد جدا جدا تكون المنتخب لغايه ما سافر فضلات تجاوز عدد اصابع اليدين لعبوا ودي مع نادي الشمس وفي الاول طبعا في سبوك وواضح منهم يعني عظيم جدا ان شاء الله امنين ومتفائلين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يرجع بالبطوله والكاس ان شاء الله. طيب استاذ محمد فرصه وحضرتك معايا في حاجات بدات تتكتب سواء على مواقع اخباريه او على السوشيال ميديا يقول لك الجيل ده مش هيبقى جيل عظيم عشان معظم اللاعبين اللي فيه بين قوسين كده الجمله الشهيره ابناء عاملين وابناء مدربين ولاعبين سابقين وهو ده اللي مش هيخلي المنتخب ده ينجح. رد حضرتك على هذا الامر ايه؟ والله يعني هم يعني فيهم ابناء لعيبه يعني اللي فيهم ابناء لعيبه كبار يعني كان واحد انا اشكر اسماء ولكن الافضليه المدير الفني مش هيجامل بمستقبله وبقيمته بمنتخبه عشان يشرك حد ما يستاهلش انه يلعب. يعني لو حد هيجامل مثلا ابن لعيب سابق ولا ابن مدرب يعني هيبعت له ياخده في معسكر هينضم لمعسكرات معينه يعني ينضم اساس في كره القدم في الزمن اللي احنا فيه ده طبعا كلام مستحيل وعالي تماما مش ابدا. المدير الفني اتحاد الكوره مش يعني المدير الفني يعني هيجامل ليه؟ هيجامل عشان هيروح مستقبل عشان زميله طبعا كلام عادي مش صح خالص. عندك حق مليون في المية يا فندم بس طبعا هتتفق معايا انه حتى لو في معسكر بما اننا بنتكلم على منتخب مصر فحتى المعسكر ما ينفعش يتاخد فيه اي مجاملات. تتفق معايا اكيد. انا بقول لك حتى لو احنا مثلا يعني لو مثلا هو حابب يجي يعمل يستدعي المعسكر يشوف كل شيء انما يعني ثقه واكيد انه ما بي ما بي ما بينضمش للمنتخب ويسافر ويلعب اساسي او احتياطي الا اللي يستاهل هذا المكان. ممتاز. والا يعني ما حدش عارف حاجه. ممتاز جدا. طيب استاذ محمد ابو الوفا احنا ليه اتحاد الكره تاخر في الاعلان عن الاجهزه الفنيه للمنتخبات الاعمار السنيه المختلفه؟ ليه تاخرنا رغم ان في كتير بتطلع تقارير عن اسماء؟ ليه ما فيش اعلان رسمي عن الاسماء والتعيينات الجديده؟ والله احنا ما تاخرناش ولا حاجه احنا بمجرد ما اتفق مجلس الاداره على الاسماء مجرد ما اعلنها يعني ما فيش تاخير ولا حاجه. وبعدين احنا يعني يمكن 2005 حتى 2005 نتاخر شويه عشان بطوله شمال افريقيا انما يعني 2006 2008 اللي هو بديلنا 2006 2006 لغايه الوقت اللي كانت العرب انت بتلعب. صحيح. ما فيش تاخير انا مش شايف ان في تاخير خالص يعني. ما فيش. ولو في تاخير مبرر يعني لو في شويه تاخير بعض الوقت كان مبرر. عظيم جدا. طيب استاذ محمد فرصه برضو حضرتك معايا اسالك عن تقارير كتبت كتير حول طلب من الزمالك المشاركه في البطوله الجديده بطوله السوبر الجديده، هل ده حصل فعلا؟ هل انتم مستعدين توافقوا على طلب زي ده؟ لا اعتقد يعني انه الامر اتحسن تماما يعني والاسماء اعلنت في الحفله اللي هي حضرها مسؤولي مجلس ابو ظبي الوطني واحنا كنا حاضرين مجلس الاداره فيها واعتقد ان الكلام في هذا الموضوع يعني شبه منتهي ولا منتهي؟ منتهي. طيب استاذ محمد ابو الوفا اتفضل. استاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري ورئيس بعثه منتخبنا الوطني للشباب في بطوله شمال افريقيا بتونس، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وهذه التوضيحات المهمه. اتكلم في نقطتين في منتهى الاهميه. اول نقطه قال لك انه حتى لو في ابناء مدربين او لاعبين سابقين في منتخب الشباب فمستحيل مدير فني يجامل على حساب نفسه على حساب مستقبله، فلازم يكون جايب لعيبه كويسه. انا بشوف دايما الكلام ده منطقي، بشوفه دايما، ودايما عشان ابقى امين معاكم انا بستغرب جدا من فكره انه الناس طول الوقت متضايقه من فكره الكابتن كذا كذا ابن كذا كذا، تمام، يقول لك الحق مجامله.
يا جماعه هو مش من حقه يلعب كوره زي ما كل الناس بتلعب كوره، ابن فلان ده بالعكس، ده ابن فلان ده عشان شاف والده بيلعب كوره وشافه متالق وبتاع، فممكن عنده الشغف انه يطلع لعيب كوره، فطبيعي منطقي يعني. فهل انا مش هتاخد عشان، بس طبعا مليار في الميه لما هيجي يلعب بقى ونشوفه ونلاقيه لا يصلح، نشوفه مثلا انه غير مؤهل، ساعتها هنقول ايه؟ الحق في مجامله، حقك. لكن بما انه بيلعب ويجتهد ويتالق يبقى نسيبه يلعب زي ما كل الناس بتلعب كوره عادي جدا. طيب معايا عبر الهاتف الان المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه. نادي سموحه ماشي بشكل يعني ايه، كان بدايات جيده جدا، النتائج في الاخر متراجعه، ولكن سموحه دايما اسم نحبه في الدوري المصري، له باع في الكره المصريه، اسم الاسماء اللي تعتبر من الاسماء الكبيره في الكره المصريه. مهندس فرج عامر يا فندم، مشرف ومنور سعيد بتواجدك معايا. اشكر سيادتك، ربنا يخليك على المقدمه الجميله دي وتحت امرك. ده انا بس بدايه، هو ده اللي انا كنت هتكلم فيه. سموحه معودنا منذ صعوده للدوري الممتاز انه فريق ند، فريق كبير، فريق ينافس على بطولات، فريق يحصل بطولات. سموحه بقاله كام موسم كده في تراجع؟ الموسم اللي فات هو اللي كان في تراجع. الموسم اللي فات مش موجود في النادي. الموسم انا طول عمري طبعا في النادي، بقالي 25 سنه رئيس النادي. السنه اللي فاتت انا ما كنتش في النادي. عظيم. انا جيت لحقت الفريق، لكن هو كان في تراجع، لكن السنه دي الفرقه ممتازه. فرقه كويسه جدا، فرقه هتشوفها تعمل نتائج هايله. يمكن صادفنا حظ وحش جدا في ماتش الاتحاد السكندري، ضاع فرص كتيره جدا من اللاعبين. ما كانش في توفيق. الاتحاد كسب 1-0 بكره بنالتي مظبوطه. ما كانش في اي اخطاء لا قدر الله كده، لكن سموحه حضرتك حتى الجون كان مفتوح، واللعيبه عندنا ضيعت اهداف غريبه جدا وانفرادات غريبه جدا. مظبوط. فده وارد ان يحصل في مباراه. مظبوط. لكن سموحه ادى تاديه كويسه. الماتش الوحيد اللي لعبناه طبعا كنا سيئين جدا، ماتش الزمالك. واعتقد ان احنا طبعا اتهزمنا لان احنا لعبنا قدام الزمالك بطريقه خاطئه. لعبنا لعب مفتوح، وما ينفعش تلعب قدام الزمالك والاهلي بطريقه مفتوحه. وفي نفس الوقت كمان ضاع من حسام حسن بالذات 5 اهداف منهم 3 داخل ال6 ياردة. صحيح. لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن الفرقه فيها لعيبه عناصر ممتازه جدا، فيها لعيبه صغيره واعده قوي. يمكن حضرتك شفت الماتش المباراه اللي فاتت، لعيبه صغيره قوي في السن. انت شفت احنا عملنا ايه مع فيوتشر، مع زد ب 10 لاعبين. طبعا سموحه قدر يتعادل وضع منه الفوز، وزد طبعا فريق كبير ومليان نجوم. فاحنا مستعدين السنه دي استعداد كويس. عندنا لعيبه كويسه. الكابتن احمد سامي يعني هو طبعا حافظهم وعارف، وان شاء الله هتجد المستوى يتصاعد من مباراه الى اخرى. نحب كده طبعا يا باشمهندس. طيب انا الجزئيه اللي انت قلتها انه كان سموحه المفروض ما يلعبش مباراه مفتوحه او جيم مفتوح مع نادي الزمالك. لما اتكلمت انت طبعا بطبيعه الحال مع الكابتن، لا ما بتكلمش في حاجات فنيه مع الكابتن احمد سامي. انا عندي ثقه فيه. وهو راجل كويس ومدرب واعد وراجل ممتاز واثبت جداره وطلع من تحت ايدي لعيبه ممتازه جدا. لكن دي بلحظتي انا. ملاحظين. لكن الفنيات انا ما بحبش اتكلم مع الكابتن احمد سامي كتير في الفنيات، عشان طبعا ايه هو مسؤول عن الامور الفنيه، واحنا ما بنتحاسبش معاه مباراه بمباراه. لكن جل من لا يسهو يعني، وارد ان كل اي انسان في الدنيا وارد ان يعني هو جايز عنده تصور معين، لكن انا من واقع خبرتي الاهلي والزمالك ما بتلعبش معاهم ابدا جيم مفتوح. صحيح. طيب من واقع خبره حضرتك، عادة نلوم كثير من إدارات الأندية على فكرة تغيير المدربين في وسط الموسم. هل نقدر نقول أحمد سامي قعد معايا قد إيه؟ أحمد سامي بقاله 3 سنة يعني، طول ما أنا موجود في النادي. إحنا الحمد لله أحمد سامي تألق مع نادي سموحة، اشتغل معايا 2 سنين، هو بعد عن النادي وأنا ما كنتش موجود، رجع تاني، هو موجود لآخر الموسم والفريق مستقر. لأن إحنا عندنا ثقة في الكابتن أحمد سامي، هو راجل من المدربين الممتازين جدا. عظيم جدا. طيب احنا داخلين على يناير خلاص، وسموحه دايما اسم مهم جدا في الماركت بتاع الانتقالات. هل سموحه طلب منه لعيبه في الانتقالات القادمه، ولا سموحه الطلب احنا طبعا بعنا لسيراميكا صديق البولا طبعا. لكن احنا مطلوب مننا لاعبين، بس احنا مش هنستغنى عن اللاعبين الا بالرجوع للكابتن احمد سامي الا لو عندنا لعيبه تاني، واحنا كمان هنجيب لاعبين في اماكن احنا محتاجين ان احنا نجيبها. عظيم جدا. طيب تحديدا
ناس نشرت انه الاهلي ممكن يطلب محمد مغربي في يناير، هل حد تواصل مع حضرتك؟ لا 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 لا، محمد مغربي مستمر لنهايه الموسم. مستمر خلاص لنهايه الموسم. انتوا عندكم مين غير محمد مغربي اعاره يا فندم، ولا كله كل النادي لاعبين في النادي؟ عشان كان من الحاجات اللي كانت بتقال دايما على سموحه انه كتير قوي بيستعير لاعبين، هل عندكم عدد؟ لا احنا بنجيب لاعب. لا ثانيه واحده، احنا ما استعرناش لاعب، احنا ما جبناش لاعبين، احنا جبنا ناس ناشئين بقوا نجوم وبقوا احسن لعيبه في مصر. هو احمد فتوح مين اللي اكتشفه؟ سموحه اللي اكتشف احمد فتوح. صحيح. محمد عبد المنعم مين اللي اكتشفه؟ سموحه. يعني هو ناشئ صغير خالص، حتى ما كانش في المنتخب الاولمبي. مشي من عندنا احسن مساك في مصر احمد عبد القادر. حتى مصطفى فتحي لما كان مستواه نزل خالص، اللي جه عندنا لعب نص موسم جاب 17 هدف. احمد عبد القادر؟ لا ده غير احمد عبد القادر طبعا. احمد عبد القادر طبعا، مين كان يعرف احمد عبد القادر؟ ما كانش حد يعرف احمد عبد القادر خالص. وناس كتيره، عدد لك اسماء كتيره. عظيم. فاحنا ما جبناش نجوم كبار، احنا جبنا ناشئين صغيرين اتحولوا في نادي سموحه ان هم بقوا نجوم الصف الاول في المنتخب القومي يعني. طيب زائد ان سموحه طلع لعيبه كتيره وبقى لعيبه كتيره، هم نجوم نجوم مصر دلوقتي. طيب على ذكر احمد فتوح، شفت على صفحه حضرتك على الفيسبوك، ما اعرفش الصفحه دي لحضرتك ولا لا، بتاعتي انا. ايوه على احمد فتوح كاتب ايه؟ كنت كاتب على احمد فتوح انه كان لاعب في سموحه، وان سموحه صنع نجوميته، وان انت كنت بتتكلم عنه يحترف في اوروبا وقتها. انا قلت هو صغير. احمد فتوح ده اول في بداياته لما جه النادي وابتدى يلعب، قلت له خلي بالك على فكره انت هتحترف في اوروبا. قال لي بجد يا باشمهندس؟ قلت له والله العظيم ثلاثه، انت لاعب موهوب لو ركزت في كره القدم واديت كره القدم ما تستحقه والتزمت بكره القدم، انت مصيرك ان انت تحترف في اوروبا. والكلام ده كمان انا قلته لمحمد عبد المنعم وهو لسه في اول، في يعني لسه في سنه اولى كوره، لسه في البدايه خالص خالص. اول حاجه ان انا طبعا شايف ان دول كانت مواهب صغيره خالص، وفي نفس الوقت طبعا بديهم ثقه في نفسهم واشجعهم بالسوق. بس كلامي ده كلام مظبوط. ومصطفى فتحي لما جه سموحه وكان يعني هو طبعا مر بفتره وحشه، قلت له يا مصطفى انت هتيجي سموحه هتطلع من سموحه على المنتخب القومي. عظيم عظيم، يعني خدت بلساتك. فالحمد لله ان احنا عندنا رؤيه، والحمد لله اتصنعت نجوم دول، ونجوم كتيره قوي. ابو جبل اقعد اعد لك ولا 40 نجوم، معظم النجوم اللي انت شايفهم على الصحف في المنتخب طالعين من سموحه. فاحنا الحمد لله صنعنا ناس كتيره وعملنا طيب ناس كتيرة. على ذكر على ذكر احمد فتوح يا فندم، هل الزمالك خلاص عارض احمد فتوح؟ لا للبيع؟ معرفش، انا ماليش دعوه. ما لا 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 لا، ده انا هتكلم على سموحه، لا مش هتكلم على الزمالك. الزمالك عارض فتوح للبيع، هل ممكن تخش تشتري؟ لا 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 لا. لا لا، فتوح هو عنده طموحات ربنا يوفقه فيها، ومعرفش يعني هو بيفكر ازاي، بس اتمنى له كل التوفيق طبعا. احنا ما شفناش منه الا كل خير في نادي سموحه. صحيح، حضرتك كتبت انه فتوح وحمدي هيروحوا الاهلي، ده توقع من حضرتك ولا؟ انا بتوقع ذلك. انت عارف اصلا، اعرف طبعا وتلاقي اللاعبين واعرف لاعبين، وكل دول اولادي يعني، وطالعين من تحت ايدينا. طالعين من تحت ايدينا بالذات يعني، فوارد ان الناس كتير هتكلمني، لكن انا مش ما بحملش اي حد كلام هو بيقول. يعني اي كلام انا بقوله ده يعني ده انا بستنبطه من حوارات مع ناس في الوسط الكروي لهم علاقه بالافراد، لكن وارد يحصل حاجات تانية. وارد. طيب باشمهندس، دايما يتقال انه المهندس فرج عامر له علاقه بالاهلي اكتر من الزمالك، هل الكلام ده مظبوط ولا مش حقيقي؟ لا لا، انا اول واحد هنيت الزمالك لما جه مجلس الاداره، اول واحد هنيهم نادي سموحه، وانا وبعت لهم ورد وهنيتهم اول ناس وهنيهم شخصيا. بالعكس احنا هو كان الاول، احنا بص العلاقه بتبقى هات وخد، احنا في هات وخد بينا وبين الاهلي كتير جدا، مش في الكوره بس، في الباسكت وفي الفوليو وفي الهاندبول وفي حاجات كتير. انا بعت لعيبه كتير قوي للزمالك واخد بلساتك، لكن حجم التعامل مع الاهلي كان اكتر، خاصه في السنوات الاخيره. صحيح، السنتين ثلاثه الاخيره. فهو العلاقه بتتبنى بايه؟ بهات وخد. لكن صحيح، احنا نحترم الزمالك ونحترم الاهلي ونحترم كل الانديه المصريه. صحيح، احنا مصريين والعلاقه لازم تكون بين الانديه ممتازه. ممتازه، بس عمري ممتاز. ما تاخرت عن الزمالك وعمري ما تاخرت عن الاهلي. عظيم. وخدت لعيبه اعاره من الزمالك، وعندي برضه لعيب اعاره من الزمالك. احنا بيربطنا بالزمالك والاهلي كل احترام وكل ود، بس واحنا كلنا بنشتغل عشان مصلحه الرياضه المصريه. عظيم عظيم، باشمهندس فرج عامر
رئيس نادي سموحة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، نورت الدنيا كالعادة، أشكرك شكرا جزيلا. مداخلة مهمة فيها تفاصيل كمان مهمة من الشخصيات الكبيرة في الرياضة المصرية بالتأكيد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة. نكمل مع حضراتكم أخبارنا النهاردة. الساعات اللي فاتت كان في أكتر من تفكير في إدارة نادي الزمالك أو أسماء مطروحة حول المدرب الجديد، واللي هقول لك دوت تفاصيل مهمة. إدارة نادي الزمالك اتعرض عليها على ترابيزة المجلس كابتن شوقي غريب، عشان بس أنا بأكد لك، اتعرض على الترابيزة الكابتن شوقي غريب. المجلس ما رحبش بالفكرة، يعني أحد الأعضاء رشح الكابتن شوقي غريب، فالباقي قال لا والله. بالمناسبة كانوا في اتنين موافقين على قصة الكابتن شوقي غريب، الباقي ما وافقش، فخلاص المجلس قال مفيش الكابتن شوقي غريب. ده اتجاه. اتجاه آخر إنه أو الاتجاه الأبرز إن الزمالك يجيب مدرب أجنبي. خلاص دي معروفة من أيام. في رأي بدأ يطلع دلوقتي وبدأ الناس تفكر فيه، طب ما الكابتن معتمد جمال يستمر مع الفريق حتى فترة التوقف اللي جاية في أمم أفريقيا. تمام؟ والدنيا قريبة. وفي يناير ممكن في أندية تسيب مدربين فنعرف نتفاوض معاهم فتبقى الأمور أسهل، ما نبقى في وسط الموسم كده. وبالمناسبة أنا كريم أميل لدي، إنك ليه مستعجل ومعظم المدربين الكويسين مرتبطين بأندية، هتلاقي القليل قوي اللي مش موجود مع نادي أو اللي مش مدرب ليه سي في عظيم. فيعني الموضوع بسيط، عندك فترة توقف كبيرة في يناير بتاعت كأس الأمم الأفريقية، ممكن تكون تعاقدت مع مدرب أجنبي اللي أنت عايزه، أو تقدر تبص على عدد أكبر من الضيقين أو القليلين اللي أنت بتبص عليهم دلوقتي. ورغم كده مجلس الزمالك بيتلقى كل شوية ترشيحات لمدربين أجانب، كان أبرزهم طبعا اللي قلناه امبارح الألماني فرانكو فودي وولتر ماتزاري الإيطالي ومدرب سويسري آخر. مجلس إدارة نادي الزمالك هيقوم بالتصويت حول هذه الأمور كلها في اجتماعه غدا في مجلس أو في اجتماع مهم جدا لحسم موضوع المدير الفني، سواء باستمرار الكابتن معتمد جمال حتى يناير أو حتى كأس الأمم الأفريقية، أو التعاقد فورا مع مدير فني أجنبي وتحديد الاسم والتعاقد معه. تمام؟ بالمناسبة لو الزمالك جاب مدير فني أجنبي فهو راصد مليون دولار بحد أقصى، مليون دولار بحد أقصى في السنة للمدرب الجديد هو الجهاز المعاون، يعني المدرب اللي هيجيب الجهاز المعاون أنت هتاخد مليون دولار. طيب في حكم؟ لا مفيش حكم، مفيش حكم عادة في العالم له شعبية كبيرة، يعني مش هتلاقي حكم كل الجمهور بيحبه. عادة الحكم ملوش جمهور، يعني كده كده لو انا اتغلبت اقول الحكم ده كان وحش، لو انا كسبت اقول الحكم ده كان حلو، وما بقولش كمان كان حلو لو انا كسبت، يعني اللي هو ايه تمام اداني حقي وخلاص، لكن لو خسرت هقول وحش كده كده. فالحكم في العالم كله ملوش شعبيه، بس احنا عندنا حكم مصري ممكن اقول لك بين قوسين كده، مش هقول لك مثلا انه الجماهير تعشقه وتهتف باسمه، ولكن هو مقبول عند معظم الجماهير المصريه. لما تشوفه في الملعب مش هتبقى قلقان، مش هتبقى متوتر، مش هتبقى قلقان يعمل اخطاء، مش هتبقى قلقان خالص، تبقى حاسس انه ايه الامور هتمشي ان شاء الله بشكل سليم. عشان كده دايما اختيارات لجنه الحكام سواء الحاليه او السابقه لما بييجوا يختاروا حكم لمباراه الاهلي والزمالك يقول لك ايه، هو دايما من ضمن الترشيحات على الاقل ان لم يكن هو اللي بيحكم، الراجل محكم ماتشين اهلي وزمالك في الاخر اهو. النهارده خد جائزه افضل حكم في مصر عن مؤسسه دار التحرير، وده برضو تقدير كويس مؤسسه دار التحرير ان هم يكرموا الحكام. احيانا الحكام بيتنسوا في التكريمات الكتيره ديت، فهو يستحق هذا التكريم بكل تاكيد. الكابتن الكبير كابتن محمود البنا حكمنا الدولي المصري، كابتن محمود مشرف ومنور، الف مليون مبروك حبيبي يا استاذ كريم. يعني انا سعيد ان اولا انا موجود معاك النهارده، يعني هي مداخله اتاخرت كتير لكن في الاخر الحمد لله ان هي جت في ميعادها. يعني ثانيا يعني بصراحه المقدمه دي كتير عليا يعني، لكن في الاول والاخر انا مبسوط قوي ان انا موجود معاك. ده شرف ليا يا فندم، معلم من حقك بكتير، محترم زي حضرتك واعلامي بارز وموفق دايما ان شاء الله. اشكرك يا فندم، الاول مليون مبروك الجائزه النهارده تستحقها عن جداره. يعني الله يبارك فيك، متشكر جدا لحضرتك،
الحمد لله رب العالمين. يعني زي ما انت قلت حضرتك ان كويس ان الاستفتاءات في الاخر ما بتنساش الحكام، لان دايما زي ما انت بتقول الحكام دايما موجه ليها الانتقاد دايما. صحيح. طيب ليه الحكام عندنا، وده يا كابتن محمود فرصه نفضفض مع بعض، عشان دايما لو انت بتتابعني انا بميل قوي لقصه الحكام دي. الحكم لو لم يوفق في مباراه يقول لك الحق وكوارث ومشاكل، لو الحكم وفق في مباراه ما تلاقيش سيرته اتجابت خالص ولا انه عمل حاجه كبيره خالص غير من كام واحد يعني. هل الحكام مظلومه في الـ في الـ في الحكم او التقدير؟ يعني انا اميل للراي ده، ان الحكام بصفه عامه في العالم يعني بيبقوا اكثر، يعني في مثل انجليزي بيقول للراجل اللي تحب ان تكرهه هو الحكم. صحيح. لكن في مصر انا بشوف ان الحكام مظلومين اكثر نظرا للشعبيه الكبيره طبعا لكره القدم، وفي نفس الوقت ان العقليه اللي بتشوف ان الحكام دايما وللاسف الشديد ده بيكون موجود ان هم موجهين، وده يعني في جميع دول العالم غير موجود. لكن ان الحكم زي ما انت بتقول عنده توفيق وعدم توفيق زيه زي لعيب الكوره زي المدرب زي اي حد في مجال كره القدم. صح. ممكن يكون في يومه ممكن ما يكونش في يومه. الحكم برضو في كفاءات مختلفه، في قدرات مختلفه، زي ما في لعيب موهوب ومدرب موهوب وبيسكن موهبته ده عن طريق الاجتهاد والاطلاع دايما على الجديد. نفس الكلام بالنسبه للحكم. في حكام موهوبه، في حكام مصنوعه، في حكام بتثقل نفسها عن الجديد سواء بدنيا او فنيا، لان التحكيم في الاول والاخر دلوقتي اصبح علم، ما عادش اجتهاد يعني كل واحد بيشتغل مع نفسه، بل بالعكس ده في كل يوم في جديد. صح. بس فانا بعتقد ان التحكيم زي ما انت بتقول في مصر مظلوم فعلا. مظبوط جدا. طيب نقطة تانية في منتهى الأهمية، بحس دايما أن الحكم المصري مقدر جدا في البطولات الدولية، البطولات الأفريقية، البطولات العربية، وما شاء الله احنا بننجح كمان نجاح باهر جدا في هذه المباريات. الوضع هنا بيبقى أصعب شوية، وهكلمك بصراحة أكتر يعني، وأنا عارف أن أنت تتحدث بصراحة، أنه نفس الحكم اللي بيتألق جدا بره هو الحكم اللي ممكن يبقى عنده أخطاء صعبة هنا في الكرة المصرية. هل ده ليه علاقة بالضغوط ولا إيه أسبابه؟ دي نمرة واحد، الضغوط طبعا، لأن أساسا شغل التحكيم هي أساسها أصلا الضغوط، يعني احنا دائما معرضين للضغط ده. ممكن قربك في موجود في البلد أو يعني الضغوط بتلاقيها دايركت مباشرة في الشارع، في السوشيال ميديا، في كل مجال، يعني تقدر تشوف الضغوط دي موجوده عندك هنا في مباريات كبيره. ممكن في بعض الاحيان تاثر على بعض الحكام، مش كله طبعا. صحيح. وعلى ادائه داخل الملعب، ضغوط جماهيريه يعني حتى وان كنا ما وصلناش للعدد الكامل في الملاعب للجماهير، لكن انا بشوف ان تاثير وضغوطات السوشيال ميديا في العصر الحديث هي اصعب من ضغوطات الجماهير في المدرجات. لان يقدر اي حد يوصل لك، ممكن في اي وقت وفي اي لحظه. لكن انا بشوف ان الضغوطات الجماهيريه داخل الملعب مش بالعكس، الحكم بيحتاج الجماهير في الملعب زيه زي لعيب الكوره بالظبط، لانه الاجواء دي حتى احنا لما بنخرج بره في المباريات الكبيره سواء خاصه في شمال افريقيا، الجماهير هناك بتعمل يعني جو غير طبيعي. يعني انا كان ليا الشرف ان انا لعبت فاينل بطوله عربيه كان طبعا بين اتحاد جده والرجاء، وقبلها لعبت الوداد والرجاء في وسط حوالي 50 او 60 الف متفرج. الامور كانت رائعه زي ما انت قلت، ادينا مباريات كبيره رغم ان الجماهير كبيره داخل الملعب، لكن ادينا باداء يعني اعتقد ان هو نال واستحسان كل المسؤولين يعني في الوقت ده، حتى في الشارع المصري نفسه. انا لغايه دلوقتي وانا بروح المغرب او في اي مكان بيكلمون عن نفس المباراه. طيب بالمناسبه تواجدك في اي مكان، يعني التفاصيل النفسيه دي والمعنويه بحب اعرفها قوي، لما تبقى ماشي في الشارع بتقابل ناس بيتكلموا معاك ازاي؟ يعني انا كريم، انا الاعلامي او اي حد بيشتغل في الاعلام كل ما يقابلنا حد يقول لك الحكام والحكام والحكام، لما الناس بتقابل حكم بقى وحكم كبير زي محمود البنا بيقول لك ايه على التحكيم في مصر؟ وانت بتقول لهم ايه؟ يعني شخصيا في الشارع المصري بالعكس الناس كلها بتقابلنا بترحب جدا، انا شخصيا الناس كلها
بتقابلني في رحاب كبير جدا في جميع الاماكن. عظيم. كله بيطلب مننا يتصور، كله ممكن يهزر معانا بكلمه، انتوا طب انتوا بتيجوا علينا شويه. أيوة. طب انتوا مش عارف مين ايه كده، لكن كله عن طريق الهزار يعني. لكن ما قابلناش حد اجريسيف قوي يعني. بنقابل طبعا، اكيد بيحصل، لكن مش الاغلبيه العظمى. الاغلبيه العظمى بالعكس، الناس بتقابلنا بطريقه رائعه جدا في اي مكان احنا بنتواجد فيه، سواء داخل مصر او خارج مصر على فكره. صحيح. فده بالعكس، انا بشوف الناس متقبلانا جدا يعني. صحيح. طيب كابتن محمود، لما يجي يتقال لك يا كابتن محمود التهدير مباراه للاهلي والزمالك او للزمالك والاهلي، هل دي بيبقى ليها حسابات خاصه، استعدادات خاصه، ولا بتتعامل معاها كاي مباراه؟ يعني زي ما انت حضرتك قلت في المقدمه، انا كان ليا الشرف الكبير والعظيم، ودي كانت احد امنياتي اصلا ان انا احكم مباراه للاهلي والزمالك. فانا كان ليا الشرف ان انا احكم مباراتين للاهلي والزمالك في العصر الحديث اللي احنا فيه ده. صحيح. يعني انا مش عايز اقول لك هي استعدادات خاصه، هي امنيات خاصه. هي انت اصلا المباراه هي اكبر حافز ليك عشان تقدم احسن ما عندك. مش ممكن يكون يعني فرصه تجيلك مباراه للاهلي والزمالك، مش بس مصر بتتفرج عليها، انا بشوف ان الوطن العربي كله. صح. وفي افريقيا كلها بيتفرجوا على مباراه كبيره زي مباراه الاهلي والزمالك، لانه هو الديربي الاول في الشرق الاوسط شينا وبينا يعني. فالمباراه دي انا بشوف ان هو الحافز الاساسي ليك، هي تعيينك للمباراه مش اكتر من كده. استعدادات خاصه؟ لا، انا يعني ما عنديش استعدادات خاصه. انا بالعكس، انا بشوف ان مباراه الاهلي والزمالك هي فرصه لتقديم جودتك للناس وللعالم كله، وفرصه ان انت تقول ان التحكيم المصري يعني ما زال موجود، وكان يجب لفترات طويله جدا ان هو يسند لهذه المباريات. واعتقد انا وزمايلي في المباريات اللي اسندت لينا في السنوات الاخيره ديت، اعتقد حتى الاعلام كان يعني، وانت حضرتك ليك دور كبير في الموضوع ده برضه، كان اشد بالتحكيم المصري وقال لي لا يعني احنا غبنا فترات طويله بعيدين عن تحكيم مثل هذه المباريات، مش بس مباراه الاهلي والزمالك، بل نهائي السوبر ونهائي الكاس، ولعبنا كل المباريات دي. صح. واعتقد انه يعني لازم ان الوقت حان إن إن, ان 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 احنا نعتمد اعتماد كلي على التحكيم المصري في مثل هذه المباريات. طيب انا لما بقابل عدد من اللاعبين او بتكلم مع اللاعبين في قعدات او في اماكن وبسالهم على الحكام وتعاملاتكم مع الحكام، يقول لي دايما احنا بنحب الكابتن محمود البنا وليها جزء نفسي ومعنوي. هل انت وانت نازل بتتكلم مع لاعبين بتقول لهم خليكم هادين النهارده، هديكم حق، هل في حوار بيحصل بينك وبين اللاعبين تقدر تتحكم فيه في المباراه وتدي قرارات قويه جدا واللعيبه تقبلها كمان؟ انا بقول لك على التفاصيل دي ليه مهمه، انه كمان الحكام الصغيرين يفهموا انه الحكم مش بس المفروض يبقى شخصيه قويه وحازمه بشكل اجريسيف او في عصبيه يعني. صحيح. بص، انا علاقتي دايما باللاعبين، اللعيبه طبعا اذكى حد في الدنيا. صح. فانا كلام معين بقوله للاعبين، لا انا زي ما حضرتك قلت، هو القبول بيجي عن طريق العداله. اللعيب لما بيشوف انه بتعامل معاه بنفس الطريقه اللي بتعامل بيها مع لعيب كبير في المنتخب او في نادي كبير، ولعيب تاني في نادي اقل شويه او في مركزه اقل في ترتيبه في الدوري بنفس المعامله، اكيد ان هو بيشوف ان انا بعامل ده زي ده، فبيعرف هو بيروح الاحترام في اللحظه يعني، الاحترام بيوصل للعيب من اللحظه دي. ديت نقطه. النقطه الثانيه، اللعيبه عارفه او بتعرف مين هو الحكم اللي يعني مش همه الوان انديه، بالعكس هو همه بس في الملعب ان هو يحقق العداله بين الفرقتين. فالحمد لله رب العالمين يعني، انا وكثير من زمايلي وصلنا لمرحله ان احنا ان الحاله دي توصل للعيبه. ممتاز. اللعيب لما بيشوف ان الحكم المعيار واحد سواء ليا او عليا، فهو في الاخر بيحترم الحكم ده. صحيح. صحيح. كابتن محمود البنا حكمنا الدولي الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وبهنيك مره اخرى على جائزه اليوم افضل حكم مصري عن مؤسسه دار التحرير. حكم رائع جدا ومحترم جدا. طيب لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، هيشرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن محمود الخواجة مدرب نادي الزمالك الأسبق. خليكم.
يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. واحد من الاسماء الكبيره في تاريخ نادي الزمالك، واحد من الاسماء المحترمه جدا، واحد من الاسماء اللي الزمالك يفخر بيها على المستوى الفني وعلى المستوى الاخلاقي. الزمالك دايما عنده اسماء كبيره وتاريخيه، واحد منهم ابرزهم يعني الكابتن الكبير كابتن محمود الخواجه، ضيفي في هذه الفقره. يا كابتن محمود منور الدنيا، خطوه عزيزه ومشرف. الله يخليك يا استاذ كريم، متشكرين جدا. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله في نعمه، تمام، منور الدنيا. انا ده اول سؤال ليا، في اساطير واسماء كبيره في تاريخ نادي الزمالك يتشرف بيها نادي الزمالك، ولو بنقعد نعددهم كده نقول يا سلام على الاسماء الجميله دي، بس في اسماء ما بتشوفهاش في نادي الزمالك. ليه كابتن محمود مش موجود في نادي الزمالك؟ لا، السؤال الاول انا عايزك تبقى موجود طول الوقت. لا، هو احنا موجودين طول الوقت، ده بيتنا وما نقدرش نستغنى عنه، ونادي الزمالك طبعا فضله علينا ومحتاج مننا ان احنا نبقى متواجدين ونبقى تحت امره في اي وقت. عظيم. فاحنا موجودين في النادي سواء بنشتغل او ما بنشتغلش في النادي. ممتاز. موجودين. ممتاز. لان بقول لك هو يعني بيتنا الاولاني مش الثاني. كمان بيجيلك تليفونات، انا مش بتكلم سواء على المجلس ده او المجلس اللي قبله او المجلس اللي قبل قبله، اي مجلس يعني، كابتن محمود والله احنا بندور على مدرب، والله يا كابتن محمود احنا بنختار لاعب، والله يا كابتن محمود عايزين نسمع رايك. بيحصل؟ هو بيحصل يعني في ساعات بيبقى في مثلا بيبقى موجودين في اللجنه الفنيه مثلا، بي 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 ساعات بنسال، ساعات بعض الوقت مش كل الوقت يعني. وفي اوقات لجنه فنيه بتبقى حبر على ورق زي ما بيقولوا. أيوه. بيجي وقت ما يعني كل نظام يعني كل مجلس وليه نظامه وليه طريقته في صحيح. ففي اوقات بنسال واوقات ما بنسالش يعني. هل انت كابتن محمود، انا يا جماعه نادي الزمالك ده بتاعي زي بتاع اساطير كتير في نادي، زي اللي هو انا بحب نادي الزمالك، فهل انت مثلا بتروح تقول والله يا جماعه انا ليا راي في الجزئيه ديت، خدوا يعني خدوا بالراي دوت والراي ده مهم عشان انا شايف ان في مشكله ما في الفرقه مثلا، في نظام الكوره في النادي، دي نصيحه بنصحها لكم وماشي، مش عايز منكم حاجه. لا، ما انت يعني انت لما تسال تسال يعني، انما انما انا اروح انا ممكن يعني ما اقدرش اقحم نفسي واخش واقول لهم والله الوضع كذا كذا، طالما انا مش في يعني ما تطلبش مني هذا يعني. انما طبعا لو طلب مني طبعا بنقول وبنتكلم. طيب. وده المفروض يعني. طيب نتكلم عن نادي الزمالك في الوضع الحالي. الزمالك اسم كبير طبعا واسم تاريخي، مش محتاجين نقول الكلمتين، بس يعني مر في مراحل صعبه جدا على مستوى فريق الكوره، على مستوى النادي بشكل عام، على مستوى صوله النادي. نادي الزمالك مش هكلمك في الماضي ولا هكلمك في المستقبل، محتاج ايه عشان ترجع الصوره العظيمه دي لنادي الزمالك، وعشان يرجع فريق الكوره في نادي الزمالك فريق عظيم؟ انا عارف ان السؤال كبير قوي واجابته هتبقى كبيره، بس اللي حضرتك تقوله يعني. لا، اول اللي اقوله ان نادي الزمالك نادي طول عمره نادي كبير، نادي لجماهيره، نادي بطولات، نادي يجب ان تحترم فضيلته كويس قوي من قبل لعيبه او مدربين او جماهير او اداره. طبعا لما بيكون في مجلس اداره كمان عارف قيمه هذا النادي، وده دي حاجه بتبقى كويسه جدا، وده نقدر نقول يعني يمكن الوضع ده داخلين عليه يعني. صح. الناس اللي موجوده داخله في تنظيم، عارفين هيعملوا ايه، رغم ان المهمه صعبه وملفات كتير صعبه عليهم، ولكن هم جايين عارفين هيعملوا ايه، ونتمنى لهم التوفيق طبعا بقياده الكابتن حسين لبيب، وراجل رياضي والناس اللي موجوده اللي معاه يعني، ناس ما شاء الله محترمين وربنا يكرمه. فنادي الزمالك في طريقه للعوده يعني ان شاء الله كما كان يعني. هو طبعا اي نادي بيمر بعثرات، ودايما الانديه الكبيره بتبقى كده، بيجي وقت لازم يحصل كل فتره كده بيحصل ان مثلا في لعيبه مثلا بتبطل، لو جينا اتكلمنا على ككوره يعني. صح. وفي لعيبه بتخش تانية يعني، فبيحصل هنا بعض الـ زي ما نقول الانكسارات يعني. الفرقه لسه لا، ده في الخبره قليله في الفرقه يعني، فبيحصل اللي احنا شفناه، وبيبقى نتيجه برضه بعض التخبط في العمليه الاداريه، ده ممكن برضه بيحصل اي حتى لما بيشتغل فممكن بيخطا، اللي بيشتغل دايما اللي بيغلط. صح. فممكن تكون من هذا. وبعدين انت عارف طبعا ان نادي الزمالك
طول عمره زي ما بقول لك الكرة هي الترمومتر، الترمومتر بتاع النادي. كرة القدم صحيح هي ترمومتر أي نادي في الدنيا. صحيح. فرقة كويسة وماشية وبتكسب. طيب نادي. حضرتك عشت عصور عظيمة مع نادي الزمالك. نادي الزمالك على الأقل من ساعة وعي أنا للكورة يبقى ماشي كويس جدا، وتلاقي الكيرف طالع لفوق وفجأة روح واقع مش نازل سنة سنة، وبقينا متعودين على ده اللي هو الزمالك يكسب دوري موسم موسمين ورا بعض، يكسب كاس، يكسب بطولة أفريقيا، وفجأة تاخد فترة مش قليلة الفريق عنده مشاكل، وبعد كده يرجع تاني ياخد بطولة بطولتين، فترة الفريق عنده مشاكل. ليه الزمالك ما عندوش الاستمرارية دي على الأقل في العصر الحديث بتاعنا ده؟ يعني في الماضي اللي حضرتك عشته العظيم ده الزمالك كان عنده سلسلة من البطولات والإنجازات وكان دايما ماشي بشكل كويس. هو زي ما قلت لك أنا الأندية الكبيرة دي بيحصل لها عصرات. نتيجة طبعا قلنا حاجات كتير قوي، ممكن مثلا مدرب يمشي، مدرب يجي، مدرب كان ماشي بشكل معين بسيستم معين بيجي واحد تاني بيغير السيستم بتاعه، يحط السيستم بتاعه يشتغل بيه، فمن هنا بيحصل ممكن اللعيب ما بيستوعبش بسرعة. احنا عندنا احتراف بس انا لغاية دلوقتي انا ما عنديش قناعة بالاحتراف اللي موجود في مصر. ما عندكش قناعة بيه خالص؟ لا طبعا. ما فيش لعيب كورة يبقى محترف وفي بطاقته طالب ولا في بطاقته مش عارف موظف ولا في بطاقته، لا لعيب كوره يكتب في البطاقه ان لعيب كره قدم محترف. صح. لعيب محترف ما يبقاش بيدير مشاريع بقى وكافيهات ومطاعم. اه طبعا ده اللي موجود دلوقتي. خلينا واضحين. صحيح يعني. صحيح يعني فطبعا من هنا بيحصل اللي حضرتك بتقول عليه ان النادي ما يبقاش مش ماشي بالطريقه او عموما الكره في مصر. يعني لازم يحصل، لازم تتعدل. لازم الموضوع يتاخد بنظام ويبقى فيه لوائح ونمشي باللوائح ونمشي بالقوانين، لان هي دي اللي هتوصلنا للعالميه زي ما بيقولوا يعني. طيب ايه اللي انت شايفه محتاج يتعدل بكره في الكره المصريه؟ يعني بتقول يعني انا شايف انه يا جماعه انا قاعد من بره اهو بقى وانا جاي لكم من بعيد قوي، انا راجل عندي خبرات عظيمه، في مشكله كبيره ما بتتحلش، حلوها. ايه المشكله اللي انت بتشوفها؟ ما هي انا مشكله يعني، هي انت عندك دلوقتي في حاجه بتخلي الدنيا مش كويسه. يمكن يعني نخش على السوشيال ميديا شويه، هي اللي ملخبطه الدنيا. صحيح. سواء في انديه سواء في اتحادات. اتحاد الكوره طبعا هو البيت الكبير وهو المنوط ان هو ينظم اللعبه. صحيح. والمفروض ان النهارده القانون او اللوائح اللي محطوطه تمشي على الكل. ما يبقاش النهارده نادي بعينه او اي نادي يعني في مثلا خد في عليه بينالتي في اي حاجه، ممكن البينالتي اللي اتاخد عليه من اتحاد الكوره او من لجنه الانضباط زي ما بيقولوا ممكن تمشي وممكن ما تمشيش. فدي طبعا دي بتؤدي الى عدم يعني عاد اقول لك ايه هقولها ازاي يعني تبقى تلاقي الناس يقول لك اه طب ما كان في فلان كان واخد جزاء كذا وما اتعملش وما اتحصلش. صح. فبيحصل هنا اللي هو ما تكلش بميكيلين، هو كيل واحد. أيوة. تمشي بيه على كل الناس. هو ده اللي ناقص، يعني الكوره في مصر. صحيح. النهارده الدوري النهارده ماشي منتظم وحاجه جميله ويعني بدانا، انما حته مش هقول لك ان 100% يعني النهارده ما تيجي تقول لي ألعب أنا من غير جمهور، طب إزاي؟ مهما كان الدوري بتاعك ده إيه؟ طالما مفيش جماهير انسى. يعني أنا بلعب الجماهير دي بتحرك أي حد. طبعًا. وخاصة إن لما يكون ملعب مليان. طبعًا. وأديك شفت مثلًا الماتشات اللي هي بتاعت أفريقيا كأن النادي الأهلي ولا لما بيجوا يلعبوا تلاقي جماهير دي بتدي. بس أقول لك حاجة كابتن محمود، بمناسبة الجماهير وحضرتك برضو نتكلم فيها. يعني الحمد لله ان الجماهير بدات ترجع باعداد كويسه في الدوري، مش اعداد كبيره بس مثلا في بطولات افريقيا هتلاقي مسموح ب 30 و50 الف وبقت موجوده. بس حتى في مباريات الدوري لو تفتكر حتى قبل قصه انه الجماهير ما بقتش او ما كانش كان لاسباب انيه ممكن ما يبقاش الجماهير موجوده في المدرجات، ايه مثلا ماتش الاهلي مثلا يعني ووادي دجله، الزمالك وانتاج الحربي، استراميه كليوباترا، ما تلاقيش برضو جماهير كتير بيملوا المدرجات حتى لو كانت مفتوحه. الجمهور نفسه ما بقاش يروح المدرجات بسبب السوشيال ميديا، اللي هو انا طب انا اقعد اكتب على السوشيال ميديا وخلاص. السوشيال ميديا بتلعب دور، يعني انا شايف ان هو دور سلبي اكتر منه الايجابيه، بتاع ايجابي يعني اكتر منه ايجابي. السوشيال ميديا بالذات يعني بتغير حاجات كتير قوي،
ويعني مثلا من الحاجات اللي بسطان انا دلوقتي بالنسبه للنادي عندنا ان في حاجه اسمها متحدث رسمي. صح. ده يعني يقطع على حاجات كتيره قوي اللي بيحصل، مثلا الفتن والتعصب الاشاعات. يعني النهارده التعصب النهارده اللي موجود في الشارع المصري ما كانش موجود زمان، على ايامنا ما كانش موجود الكلام ده. يعني بين الجماهير سواء الانديه الاهلي الزمالك اللي بيحصل اللي هو جميل اهلي تقابلك في الشارع بتسلم عليك وبتحبك وجميل. لا انت احنا يعني انا الناس كانت بتشوفنا زمان بنقعد مع بعض وبنخرج مع بعض وبناكل مع بعض وانت فاهم في منطقه يعني في انا مثلا في ايام على ايامنا كان في كنا في مدرسه الثانويه الرياضيه دي مع بعض الاهلي ومن الزمالك وننزل نروح التمرين. كان مين معاك كابتن محمود؟ لا لا كان معانا فطاحي. يعني كان اقول لك انا كان فاروق عفر، كريم سلطان، حسن درويش الله يرحمه، محمود الخطيب، مصطفى يونس، مصطفى عبده، لا 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 يعني حدث ولا حرج، كان اسامه خليل، كان في مجموعه وكلكم اصحاب وكلنا اصحاب وكلنا من انديه مختلفه. وزي ما بقول لك كنا يعني على طول قاعدين مع بعض، على طول بنخرج مع، فالناس كانت بتشوف الحاجات دي كانت بتقول لك الله طب ما الناس قاعده وحلوه، كانت اهالينا يا اخي بتروح الماتشات تتفرج عليها. صح صح. دلوقتي ما كنتش بتقعدوا مثلا يقول لك ايه، ما هو برضه لما يقعد زملكاوي مع اهلاوي هيقعدوا يناكفوا في بعض، يعني تبقى قاعد مثلا مع كابتن محمود الخطيب كابتن مصطفى عبده بتناكفوا في بعض بتهزروا مع بعض بتنفذوا على بعض بتتضايقوا على بعض، ولا عادي بعد المباريات كنتوا بتقعدوا تهرجوا مع بعض ولا كده حاجه حصلت؟ احنا قبل ما احنا بنبقى متفقين بعد الماتش هنتعشى فين اصلا. طبعا هنتعشى هنروح فين وهنعمل كده، مش اللي هو استنى هكسب ولا اخسر اشوف. لا لا نخرج على المكسب والخساره، التنافس داخل الملعب والتنافس الشريف وكل واحد عايز يكسب مفيش مشاكل. الله. انما خلص الماتش خلاص. فدي انا عايز اقول ان احنا عايزين الحاجه دي تطلع ترجع تاني، التعصب ده ننبذه، يعني لازم يبقى الدنيا يعني الناس المسؤوله تلعب على الحته دي، حته التعصب مهمه جدا. اسالك كابتن محمود، هل ده برضه يتعلق بسلوك اللاعبين اللي اتغير؟ يعني انت مثلا كلاعبين وقتها تعاملاتكم مع بعض والاحترام، يعني دايما ما بحبش الوم على الجمهور الاول، الوم على اللاعبين نفسهم، ما هو اللعيبه احيانا بتثير التعصب، بلاش اللعيبه، الاجهزه الفنيه، المسؤولين الاداريين في الانديه، هم اللي بيخلوا الجماهير تخش في هذه المرحله، تتفق ام تختلف؟ لا انا اتفق معاك، انا عايز اقول لك ان من ساعه ما قالوا يا احتراف والدنيا زي ما انت بتقول بتحصل فيها كده. ان النهارده اللعيب بقى ولاء وانتماء، واحترامي يعني انا اسف ان انا هقول الكلام ده، الولاء وانتماء النهارده للجنيه مش للنادي مش للفانيلا. يعني يقول لك اصل يا عم بقت موضه قديمه بقى حته الولاء والانتماء. عيب يا عم، ما تقوليش بقى ولاء، ما تقوليش الكلمه دي، عيب. يقول لك عيب كمان. لا 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 عيب. ايه دي؟ انت لو ما كنتش انت راجل بتحافظ على ولائك وانتمائك للنادي اللي رباك واللي تربيت فيه اكتر ما قعدت في بيتك، لا ده انا بقى راجل انا قليل الاصل معلش. انما حته الولاء ده لازم يبقى متواجد. حته بقى ان انت كراجل محترف وقاعد بتتنقل من نادي لنادي لنادي لنادي، بس ده برضه ما يمنعش ان انت عندك انت ولاء وانتماء على الاقل يا اخي اللي انت النادي اللي تربيت فيه. صحيح. بيتك اللي انت تربيت فيه. صحيح. فهو من ساعه ما دخل الاحتراف او الاغتراف زي ما بنقوله حصل القصره دي. صحيح. عند اللاعبين بقت يعني معلش يعني بقت انا شايف ان بيبقى في ساعات بعض اللاعبين عندها اللامبالاه. كسب خسر مش فارقه معاه، واهم حاجه يعني حاجته ونفسه، ويعني ونتمنى لهم ان هم يعني يبقوا كويسين وكل واحد يحاول بقدر الامكان ان يرفع من سعره. ايوه. عن طريق ادائه وعن طريق ادائه في الملعب سواء للنادي او للمنتخب، فكل دوت اللي هو اخلص وخد ملايين زي ما انت عايز، بس اخلص في الملعب ودي. ودي يعني مش بتاخد ملايين بس وما بتديش في الملعب. فالنهارده لعيب الكوره يعني في اختلاف عنده في حته سواء المستوى ثبات المستوى او الثبات الانفعالي او الدوافع عنده بتتغير من وقت للتاني نتيجه برضو بعض الحاجات التانيه اللي احنا بنشوفها سواء السوشيال ميديا سواء او في النظام اللي هو عايش فيه هو داخل النادي. واحد مثلا بيلعب وقلقان ان فلوسه مثلا ما خدش الدفعه بتاعته. صحيح. في صراع عنده يعني
في ناس بتبقى ليها فلوس بس النادي عارفين ان النادي في ازمه فبيصبروا. يعني زي انا النهارده جه والدي ابويا في البيت قال لي انا مش هديك مصروف الشهر ده، هتخانق معاه؟ لا. هروح ارفع عليه قضيه؟ لا طبعا لا طبعا لا طبعا لا. فاصبر. صح. في اللي بيصبر وفي اللي ما بيصبرش. طيب. عايز اسال حضرتك على قرار اداره نادي الزمالك الاخير بعرض فتوح والزناري ومحمد صبحي للبيع، رايك في هذا القرار؟ بص هو قرار طبعا ممتاز. وده ان ده اللي هيدل على ان يعني لعيب الكوره لازم يعرف ان في بقى ايه، في عقاب وفي صح، يعني في ثواب وفي عقاب. النهارده نادي الزمالك القرار اللي خده في اللي حصل من الاخوه اللاعبين بتوعنا دول اللي ربنا يهديهم ان شاء الله، لا هو قرار ممتاز، قرار كان غير متوقع، بس ارجو ان احنا نثبت عليه. دي نقطه مهمه جدا. انا مش عايزين بقى ان العواطف تلعب دور، يعني ما يجيش مثلا هي بعض الناس تتدخل واصليا ومعلش طب ونديهم فرصه انا كان معايا خبر النهارده انه الثلاثه عارضين على مجلس اداره نادي الزمالك ان هم يقدموا اعتذار مكتوب. لو قدموا اعتذار مكتوب والله دي بقى هترجع للمجلس لمجلس الاداره، انما انا شايف ان المجلس القرار اللي خده قرار ممتاز جدا، وده يعني زي ما بقول لك هيبقى رادع، لان النهارده لو حصل ان هم قبلوا الاعتذار وان الكلام ده هيجي بعد كده نعمل كده، هيجي انت بعد كده تعمل هتزف. كده طب ما احنا نروح بقى نعتذر وخلاص. صحيح. هتبقى العمليه صحيح. وده كان بيحصل على فكره قبل كده. انما ما اعتقدش ان المره دي يعني ما متوقع انه مش هيحصل يعني مش عارف يعني انا اتمنى ان هو يعني طيب في رايين في الامر ده يا كابتن محمود. بعض الجماهير كل منهم يعني معظم الجماهير الزمالك مؤيده قرار مجلس الاداره بشكل كبير، بس كل الله تقول لك والله طب ما كنت غرمتهم غرامه كبيره وخلاص. رايك ايه؟ هو بص في اجتماع بكره، هو يعتبر النهارده خلاص النهارده فده يعني هم يمكن القرارات هتتاخد النهارده بما يخص اللعيبه يعني الثلاثه. انا بخص فتوح بالذات، لان فتوح ابن النادي ابن شرع للنادي. يعني انا فتوح يعني جبناه وهو صغير كده، كنت ماسك قطاع الناشئين وجانا وهو كان بيلعب في نادي في حلوان ومقيد هناك، ومعلش ان انا كنت هتحرك لدي يعني يا ريت بالعكس. فيعني احنا اللي جبناه هقول لك كان مدرب طارق السيد وكان سعيد الجدايه الله يرحمه، وكان في اداري اسمه يوسف السيد، وكنت انا رئيس قطاع الناشئين، وكان النادي برضه في ظروف الماديه يعني ايه يعني عشان نطلع الفلوس من النادي اللي عايزها النادي بتاع فتوح ده نستنى شويه، فهو لا لازم نجيبه في الوقت ده عشان ممكن يروح منكم. 13,000 جنيه لميناهم من بعض وجبناه فتوح. محدش يمكن يعرف الكلام ده. يعني انتوا كقطاع ناشئين انا جبناه لمينا 13,000 جنيه عشان نشتريه. كان عنده 8 سنين 9 10 سنين وجبنا له، كان فعلا كان موهوب وفعلا بقى انه لعيب كويس. فانا واخد عليه اللي عمله دوت ما كانش المفروض ان يتعمل يعني منه او يحصل منه، لانه هو لاعب بقول لك ابن نادي شارع، انا بعتبره نادي من مواليد النادي. صحيح. فانه يصدر منه هذا، فده اللي كان مضايقني انا يعني انا كنت نفسي مستاء من الموضوع ده. طبعا الاثنين اللي معاه برضو يعني برضو اللي عملوه برضو مش صح. طيب انا هكلمك تحديدا على فتوح. في برضو راي يقول لك لا ما هو الزمالك ما كانش المفروض يعرضه على البيع للبيع، ده الاهلي عايزه فكده الاهلي هياخده. رايك ايه في الجمله دي برضو؟ والله هو 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 يعني انا شايف ان فتوح لو هو كان في جديه عنده كان وافق على كان يعني وافق على ان هو يجدد عقده من فتره. انما واضح تاخيره دوت مش سليم بالنسبه لنا وبالنسبه له. هو في حاجه بتحصل غريبه. بس انا شايف ان في الاخر فتوح هيرجع لصوابه زي ما بيقول او لعقله، وهيرجع وهيبقى يعني هقول لك ايه يعني يبقى يرجع بعدين الزمالك تاني. ارجو ان هو يرجع الزمالك بس ايه بطريقه اللي هي ما تخليش الناس تقول يبقى في القيل والقال. يعني حضرتك دلوقتي يعني
دلوقتي حضرتك قلت لي ان انت مش قابل فكره انه يبقى في تراجع في قرار مجلس اداره الزمالك. طبعا طبعا. لا ما انا بقول لك بس في نفس الوقت بتقول لي انه فتوح حاجة. لا انا بكلمك على حته انه يروح الاهلي او ما يروحش الاهلي. هو دلوقتي هو النهارده دي هو راجل محترف وهو حر. هو النهارده الزمالك هيبيعه عرضه للبيع زي ما بيقولوا، وهنعرف الكلام ده بالتاكيد عليه بكره في الاجتماع اللي هيحصل. حته انه يروح او ما يروحش دي بقى دي مش بتاعتنا، دي بتاعته هو يعني. مش فنادي الزمالك القرار اللي هو واخده ده قرار رادع، انا شايف انه قرار صح مليون في المية. حته بقى ان هو بقى يروح الاهلي يروح دي بقى ما نعرفش، الله اعلم هيبقى. طيب هل لو راح الاهلي تتوقع انه هيحصل لوم من جماهير نادي الزمالك لمجلس اداره نادي الزمالك ولا خلاص؟ لا بعد ما بعد بعد يعني اعجابهم بالقرار النادي، الناس مش دي الناس مش عايزه ترجع، يعني مش عايزين النادي يرجع في قراره. ممتاز مش عايز. ممتاز. طيب رحيل خوان كارلوس اوسوريو عن تدريب الزمالك تاخر ولا كان في كثيرا وقته؟ كثيرا زي ما بيقولوا تاخر كثيرا طبعا. لان هو يعني ما اعرفش يعني هو لجأ لطرق واسلوب لعب لعبتنا مش واخده عليه. حاول ان هو يعني يخلي لعيب الزمالك عندنا يؤدي اداء بدون ابداع. اداء يعني زي ما بيقولوا ايه اداء عسكري شويه، اعمل كذا يعني تعمل كذا، يعني تعمل هنا بتوصل على الحته دي تعمل كذا، توصل عند الحته دي اعمل كذا، انت فاهمني؟ الناحيه الدفاعيه تبقى كذا نص. فما خلاش عند اللعيب المصري ابداعي يبدع ويبتكر. صحيح. او لعيب الزمالك بالذات، انت عارف الزمالك بتحب الكره الحلوه. صحيح. هو ما عندوش الحته دي. فهو هو حصل انه ان لعيبه الزمالك حصل عندها زي ما تقول قصره كده بالنسبه للاداء بتاعهم. هم مش متعودين زي ما بقول لك يلعبوا الكره اللي هي مشروطه ديت يعمل كذا، متعودين ان هم يبدعوا ويطلعوا اللي عندهم. تهيئته كانت للمباريات كانت تهيئة نفسية بالذات. صحيح. سيبك من التدريب والكلام ده، التدريب ده معروف يعني. إنما تهيئته النفسية للمباريات ما كانتش بدليل إن النهاردة بتيجي مثلا يقول لك أصل اللعيب ده مش عارف ما خرج من المعسكر، أصل اللعيب ده مش عارف في حاجات بتحصل غريبة، وإن ده اللي تدل إن ما فيش سيطرة كاملة من الجهاز على اللعيب. فطبعا اللعيبه النهارده الدوافع عندها كان بيغيرها من وقت للتاني. ما كانش بيخلي زي ما قلت لك ما فيش اللعيبه عنده بينزل الملعب يعني عايز يكسب ومش عارف يكسب ازاي. صحيح. طيب كابتن محمود، على ضوء قائمه الزمالك في الوقت الحالي وعلى فرض انه الزمالك ما قدرش يرفع ايقاف القيد في يناير، هل قائمه الفريق دلوقتي مع مدرب جديد سواء كابتن معتمد جمال او مدرب اجنبي قادم تستطيع الفوز ببطولات هذا الموسم، ولا المفروض جماهير الزمالك تنتظر للموسم الجاي؟ انا هرد عليك هقول لك الزمالك قعدنا سنتين من غير قيد اللي هو القيد مش موجود، وكسبنا دوري وكاس. صحيح. وسنه ثانيه كسبنا دوري وبدون قيد، القيد كان موقوف. صحيح. فممكن ليه لا؟ ليه لا؟ بس يبقى في ناس بتيجي بتشتغل تعرف ازاي ان يخلي لعيب نادي الزمالك دوت يكون اداؤه في الملعب اداء ايجابي. صحيح. فدي محتاجه يعني مثلا مش عصايه سحريه انما عارف ازاي يوظف الدنيا، عارف ازاي يتعامل مع اللعيب في الحاله النفسيه اللي موجودين فيها. انا هقول لك على حاجه. اتفضل. كتير قوي كانوا متوقعين ان الزمالك يخسر ماتش بيراميدز. مظبوط. الناس كتير رايحه عارفه ان ممكن الزمالك يخسر. وكلنا كنا متخوفين. ولكن اللي شفناه لا يعني انا شفت امبارح ماتش مانشستر يونايتد مانشستر سيتي وتشيلسي 4-4. انا شايف ان ماتش الزمالك والبيراميدز كان تقريبا زي او احسن من رايي. ان الماتش بتاع برضه يعني ماتش كان حلو بتاع انجلترا بس ماتش الزمالك ما كانش حد متوقع. ف بيبقى العمليه ان جه مدرب معتمد جه هو انسان صوته هادي فطبعا بيتكلم بنواحي النفسيه مش صحيح اكتر. صحيح. وانا مش هقول لك كده يكسب ولا. صحيح صحيح. فهو الاداء اتغير عند اللاعب المصري بالمره، عند لعيب الزمالك بالذات في الماتش ده بالمره.
وكان ادائهم بصراحه يعني فرقت معاهم الحته المعنويه الكابتن اه طبعا حافظوا على هم حبوا هم كمان عايزين يحافظوا على وجه ما وجههم زي ما بيقولوا لان الشكل العام قبليها باسبوعين بتخسر صحيح فطبعا اللعيبه حصل لها حاله نفور في الماتش ده لا انا برضو لعيب الزمالك يعني مش طبعا لا وبعدين الجماهير برضو يعني الحاجه اللي بتعجبني في جماهير الزمالك لما بيبقى في انكسارات تلاقيه بيزيد مش بيقل ايوه صح وبتلاقيه بيحضر يعني الماتش اللي فات بتاع بيراميدز انا بقول لك كتير قوي الناس كتير قوي كانت متشائمه انها هتخسر ورغم كده انت رايح بالالاف بس الناس رايحه وبتتفرج وبتشجع ودي حاجه بصراحه على دماغنا يعني جماهير الزمالك دي فعلا على دماغنا طول عمرها صحيح في ظهر النادي صحيح ويعني ما شاء الله يعني صحيح كابتن محمود حضرتك شرفت ونورت الحوار الهادئ الجميل لا والله ده انا اتشرفت جدا بيه انا بشكرك شكرا جزيلا وبالناس يعني ارجو ان احنا نكون خفاف على ده جميل طبعا زور كالعاده ممتع يعني اشكرك شكرا جزيلا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل يشرفني ونورني مهندس مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله خليكم معنا يا اهلا بحضراتكم مره اخرى انا عايز اقول لكم حاجه بصراحه كنت بقولها قبل ما اخش على الهوا انا عاده في مصر هنا في الكره المصريه يعني اشوف مثلا رئيس النادي 70 سنه وانت طالع مفيش مانع كلهم محترمين وكلهم ناس عظيمه يعني مش بدي اسقاط على ده بشوف مدرب يتقال دايما على المدربين الشباب اللي عندنا يقول لك المدرب الشاب اللي عنده 55 لحد 60 سنه ده حتى اللعيبه عندنا بقت كبيره تمام فكره ان انا وانا داخل الهوا دلوقتي الاقي رئيس نادي عنده 32 سنه رئيس نادي شاب في مصر دي لوحدها حاجه تفرح خد بالك انه البلد نفسها دوله نفسها توجهها شباب تمام برضو مره اخرى ما بحبش فكره الشباب والناس الكبيره دول وحشين كل الناس عظيمه بس لازم يبقى في تنوع احنا عشنا فتره ناس كبيره بس الان في رئيس نادي في مصر بيلعب في الدوري الممتاز عنده 32 سنه وبيشرفني دلوقتي دكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا ربنا يخلي حضرتك كابتن كريم وبشكرك يعني على كلامك ده يعني انا عجباني الفكره بس انا هخش الحوار بشكل شويه غير تقليدي هو منين جات لك فكره الاداره الرياضيه ليه دخلت فكره الانديه انا عارف ان انت كنت امين صندوق قبل ما تبقى رئيس نادي في المجلس السابق فكره جات لك ازاي اصلا والسن المبكر دوت انك تاخد المناصب الكبيره دي كامين صندوق وكرئيس نادي بص حضرتك انا طول عمري اولا ما هو يعني غير ان انا متربي في النادي وحياتي كلها طبعا بحكم ان كان طبعا والدي كان رئيس النادي طبعا وانا متربي في النادي واصحابي والعيله يعني طول الوقت متربيين في النادي يعني انا اصلا مشجع نادي البلديه عظيم يعني في الكوره وفي كل الالعاب انا يعني مشجع درجه ثالثه يعني مشجع للنادي على سواء احنا موجودين في مجلس اداره او بره مجلس اداره انا كنت دايما بشجع يعني كنت مشرف على الكوره في 2015 و2016 وعملنا لو حضرتك تفتكر كان في موسم مع كابتن رمضان السيد البلديه كنا بننافس على الصعود المباراه الاخيره اللي صعد فيها نادي الرجاء طبعا صحيح ومن بعدها حسيت ان يعني مش يعني عايز ادخل النادي مع ان انا كنت ضد فكره الانتخابات عموما ما كنتش حاببها قوي يعني حسيت انه لا يعني في حاجات انا ممكن اقدر اعملها اكتر لو انا موجود جوه النادي كان في حاجات كتير ما كانتش مساعداني ومن هنا بقى اخدت القرار واخدت القرار امين صندوق ممتاز ما اخدتش القرار على اي منصب تاني وكان ما كنت حاسس ان الحته او الجزئيه الماليه انا شويه مرتبط بيها في شغلي
وملم بيها. ده كان سؤالي، هل ده طبيعة دراستك، طبيعة شغلك عشان كده دخلت الإدارة؟ أنت شغلك في إطار إداري ومالي؟ أنا يعني بعيد عن شغلي الخاص أصلاً، أنا خريج كلية تجارة. عظيم. وعملت ماجستير تسويق رياضي، والدكتوراه إن شاء الله يعني مناقشة في خلال قريب جداً في تحويل الانديه لانديه، ازاي ان احنا نحول الانديه لانديه ربحيه يعني. فعموما ده بس ده طبعا ماجستير جه بعد الشغل بعد النادي يعني. فلما دخلت النادي اخترت امين الصندوق، وشفت ان هو كان في مشاكل كبيره قوي في ناحيه الادارات الماليه جوه النادي، وكان في مشاكل في شؤون العضويه، وكان فكنت محتاج ان انا اولا يكون في حته يكون فيها ثقه وامان، وجزء مهم جدا. كنت مشرف على الكوره كمان بتفويض من مجلس الاداره 4 سنين، كانوا الحقيقه 4 سنين صعبين شويه، كان في ازمات كتيره جدا جدا في النادي سواء على المستوى الاداري او على المستوى المالي، اثرت على كل تقريبا الالعاب. كمان مرينا في الاربع سنين دول بكورونا، فكان برضو كانت اثرت بشكل كبير جدا. واخدت بقى القرار بعدها ان انا يعني لا يعني برضو حب نفس الشغف الحته الاولانيه بتاعت انه لا انا لو انا موجوده اقدر اعمل حاجه. فربنا بقى وفقني باختيار طبعا الجمعيه العموميه اللي بشكرهم على وجودي في مجلس الاداره على رئيس مجلس اداره، ومعايا الحقيقه مجموعه من في زمايلي في مجلس اداره محترمين جدا 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 يعني. حاجه ولا اروع. اول ما تتولى المهمه بدات المحله يعمل موسم عظيم جدا في دوري الدرجه الاولى، يعمل اداء كبير كباين ملفت للنظر بمجموعه لاعبين دايما حتى في الدرجه الثانيه او الدرجه الاولى يعني. يقول لك ايه، حتى 3 4 5 7 8 لعيبه خبره كده هم اللي هيقوموك. لا انتوا اشتغلتوا بجيل فوش الاسماء المنوره دي او الاسماء التاريخيه، ورغم كده عملتوا اداء رائع تحت جدا. لما طلعتوا الدوري الممتاز ما عملتوش تدريبات، قلت بقى شيل بقى الفرقه القديمه دي كلها اللي طلعت معايا وهات فرقه جديده، ورغم كده انتوا بدايتكم لحد كبير جيده جدا في الدوري الممتاز هذا الموسم. هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. كل الفترات اللي نادي البلديه على مر التاريخ عمل فيها طفرات في الكوره في النتائج كانت بنفس التركيبه دي، بنفس نوعيه اللعيبه، بنفس الاعمار السنيه دي، بنفس الفكره دي، بنفس الكوره الجميله اللي بتتقدم موجوده. لا احنا ما بيجيش معانا الحته الثانيه، او احنا ولا امكانياتنا ولا وضعنا يسمح ان احنا نستقطب اللعيبه الخبرات اللي هو بيجي يعني. طبعا خبرات محترمه جدا، لكن بيحتاج انه يشتغل في اجواء مختلفه عن الاجواء اللي احنا محتاجين ان احنا نستقطبها يعني. ولا تروح تجيب لعيب بتبعده مثلا بمليون ولا 2 مليون وتيجي تقول له لا اصل والله معيش. لا لا مستحيل، انا ما ينفعش نعمل كده. صح. يعني انا ما بحبش الطريقه دي. انا في ناس بتعمل كده اقصد يعني. لا لا انا بحب اللعيبه وفي الاخر نبقى نشوف بقى. لا لا خالص احنا عندنا امكانيات معينه بقولها من اول يوم، بقدر بحاول طول الوقت او يبقى همي الاول والاخير ان انا اقدر احافظ او ان انا اقدر استمر والتزم في اتفاقاتي مع اللعيبه، اللي هو حاطط ميزانيه والميزانيه دي اللي بشتغل عليها. بالزبط. لا بطلع ولا بنزل. بالظبط. عظيم. طيب وجبت بقى في النص كابتن احمد عبد الرؤوف، ودي في حد ذاته فكره مهمه جدا. صح. ازاي اخترت كابتن احمد عبد الرؤوف؟ والمتابعين يعني الناس اللي بتحب الكوره حتى اللعيبه او المدربين يقول لك من زمان كابتن احمد عبد الرؤوف ده مدرب واعد جدا، مدرب هينجح بشكل كبير جدا. ازاي وقع الاختيار على كابتن احمد عبد الرؤوف؟ توفيق كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى. اول مره نورت فكره كابتن احمد عبد الرؤوف بالنسبه لي كان عندنا مباراه بلديه المحله بنلعب المصري السلوم، وكان ماسك المصري السلوم لسه بقاله كام ماتش، وكانت المباراه دي في بلديه المحله، وانا قليل جدا جدا لما اكون وانا في ماتش البلديه بشوف حاجه غير فرقتي يعني. اللي هو مركز يعني مع فرقتك يعني وبتشجعك. ممكن ما تبقاش تتكلم عليها فنيا بس انت بتشجع. بالظبط. انا ببقى مركز جدا، ببقى يعني مشدود اكتر ناحيه، ما بركزش في اي حاجه ثانيه. بس لفت نظري جدا تواجده على الخط وتوجيهه للعيبه، وان هو قد ايه مذاكر في بلديه المحله. وكان معانا مدير فني كبير جدا كابتن محمد صلاح، طبعا خبره عظيمه واداره فنيه عبقريه ومتجدد وكل حاجه. فانه ازاي قدر يعمل ده شدني، ده اول حاجه شدتني جدا جدا ليه. وفضلت بقى متابعه على بقى لحد ما الموسم انتهى، ومجرد ما الموسم انتهى كلمته وقعدت معاه، واكتشفت بقى ان هو اصلا عنده
يعني ده مش جاي من فراغ. لا هو بيذاكر وبيجتهد وبيشتغل وبيتطور جدا وبيتطور يعني بيواجه نفسه دايما بالنقط الضعف. لا عنده حاجات طبعا مميزات مهمه جدا. ومن الحاجات العظيمه كمان انه طموح الكابتن احمد عبد الرؤوف طموح كبير. مش مجرد انه يمسك فريق في فريق كبير في القسم الثاني او انه يصعد بس او انه يمسك حتى في الدوري الممتاز. لا وعنده طموح كبير. حسيت انه هو متوافق مع الطموح بتاعي ناحيه المكان. فده اللي خلاني متشجع اكتر. وبعدين مع الوقت والاستمراريه امكانياته في الشغل طبعا كبيره جدا. حد خبط عليك المكتب من اسماء كبيره في بلديه المحله وحتى ناس بتحب الكوره من بره بلديه المحله يقول لك والله خلاص كابتن احمد عبد الرؤوف صعب الفرقه للدوري الممتاز، بس الدوري الممتاز ده ليه حسابات ثانيه. الجمل الشهيره اللي بنسمعها دي حقيقه. الدوري الممتاز ليه حسابات ثانيه وليه مدربين اخرين وفي اسماء معينه هي اللي بتعرف تدرب في الدوري الممتاز. شكرا يا كابتن احمد عبد الرؤوف، هات مدرب ثاني. اكيد الناس اتكلمت معاك في الكلام ده. بص هو ده بيحصل من السنه اللي فاتت يعني من اصلا من ساعه ما اخترنا كابتن احمد عبد الرؤوف. ولكن زي ما قلت لك انا القعده احنا كان في ترابيزه وكنت انا موجود فيها وكان موجود معانا الكابتن حماده علي وكمان مدير الكوره. وانا خلصت القعده وبعرض طبعا بالتبعيه على زمايلي في مجلس اداره. الموضوع مش موضوع اسماء والله، الموضوع موضوع حجم شغل، حجم اخلاص في الشغل، حجم امانه ما بينك وما بين الاداره وما بينك وما بين اللعيبه وما بينك وما بين نفسك. ده لو توفر في اي واحد هيبقى صاحب انجاز اكيد وهيعمل وهيحقق اهداف كبيره. فده اتقال او اكيد اتقال. لكن دايما اللي بيبقى في الدائره القريبه هو اللي بيبقى شايف اكتر بكتير ويعرف يقيم الامور اكتر من ما يبقى في حد بعيد عنده وجهه نظر. وجهات النظر طبعا انا بسمعها وبفكر في كل الكلام ممكن اسمعه او ممكن اي حد يقوله لي. لكن بيكون عندي برضو في نقطه انا شايف اكتر، يعني انا قريب اكتر، انا مدرك اكتر لحقيقه الوضع، مدرك اكتر لمدى قوه وامكانيات الشخص اللي قدامي سواء كابتن احمد عبد الرؤوف او اي. حتى لما ده بينطبق على قبل كده لما كنا بنيجي، لا احنا كان في فتره احنا من الفترات كان الامور في السنه اللي فاتت ما كانتش ماشيه فيها احسن حاجه وكان في ناس كتيره جدا بتطالب ان هو طب يعني احنا محتاجين ندي فرصه لحد تاني. وانا كنت شايف ان احنا لازم يعني لازم نحافظ على قرارنا ان احنا نكمل التجربه دي لنهايه وقتها وللاخر ايا كانت نتائجها. وكنت مؤمن بشكل كبير جدا جدا بكابتن احمد عبد الرؤوف والجهاز الفني واللعيبه اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت ان احنا نقدر نحقق حاجه. الحمد لله صعد. بدايه الموسم بقى بالنسبه لك بدايه جيده ولا شايف ان كان ممكن يبقى فيه احسن؟ لا طبعا بدايه جيده. بدايه جيده. بدايه جيده. في 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 ظل ان انت بقالنا 15 سنه مش موجودين في ممتاز والتجربه كلها على بعضها. وانا بحب دايما ان احنا نبص لقدام والاستمراريه. انا ممكن ابدا كويس قوي قوي، شفنا نماذج بدات كويس جدا جدا وما قدرتش انها تكمل. لكن انا يعني وده اتفقنا مع الكابتن احمد عبد الرؤوف ان احنا لازم نكون نفسنا طويل، دوري طويل جدا. وبشوف كمان ان الدوري السنه دي صعب جدا جدا، من اصعب الدوريات اللي يمكن في الفتره الاخيره اتعملت من سنين. يعني كل الفرق مستعده وكل الفرق جاهزه وكل الفرق امكانياتها سواء الفنيه او الماليه مستعدين استعداد كويس جدا جدا. فالدوري لا دوري قوي. فلا ان شاء الله بدايه جيده نحافظ عليها. هل بقى دايما يتقال ايه انه الفرق اللي هي مش بتبقى عندها امكانيات ماليه عبقريه يقول لك والله الفرق اللي عندهم ما فيهاش عمق في التشكيل فما بيبقاش عندهم استمراريه، فممكن يبداوا كويس قوي بس مش مضمون ان هم يستمروا. انتوا كفرقه وتكوين فرقه حاسين ان انتوا تقدروا تستمروا في الدوري الصعب ده؟ بس هو انت حضرتك قلت حاجه كويسه قوي، ان انت يكون عندك البدايل ده امر مهم جدا. واحنا اشتغلنا اول السنه مع كابتن احمد اشتغلنا على ده. احنا يكون عندنا بدايل في المركز واحد واثنين وثلاثه احيانا يكون في بعض المراكز. في بعض المراكز يكون موجود. مرهق شويه ماليا ومرهق عليه فنيا في الملعب كاداره ملعب، لكن مفيد جدا. واحنا خدنا التجربه دي مع السنه اللي فاتت ونجحت بشكل كبير جدا. صحيح. فان احنا يكون عندنا البدايل ده حاجه كويسه وحاجه مهمه جدا. انه بتخلق كمان روح من المنافسه على مدار السيزون بتبقى مهمه جدا جدا. لا ده انا شايفه ان هو مش صح الحقيقه. فلا يعني ان شاء الله باذن الله يكون ده دافع كويس جدا. هايل. طيب احنا لسه مكملين هذا الحوار الحلو ده مع الدكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله بعد هذا الفاصل. نواصل، خليكم معنا.
لسه مكملين هذا الحوار الممتع جدا مع دكتور مصطفى الشامي رئيس نادي بلديه المحله. اسالك شويه في الكوره بقى، هنتكلم فيه حسام اشرف وماجد هاني. كلام اتقال واتكتب كتير انه الزمالك في الظروف اللي فيها ناوي يقطع اعارتهم، ناوي يرجعوا الزمالك. حسام اشرف كمان نور معاكم جدا، وماجد هاني لاعب كبير برضه. هل في كلام، هل حصل كلام من نادي الزمالك؟ هل انتم مستعدين اصلا لقطع الاعاره ده؟ بص طبعا احنا اخذنا من نادي الزمالك ثلاث اعارات السنه دي، وكان حسام اشرف وماجد هاني وطارق علاء، ثلاثة لعيبه مميزين جدا جدا. حتى الان ما فيش اي كلام في الاتجاه ده خالص. ما اعتقدش ان احنا يكون عندنا الاوبشن ده ان هم يرجعوا او نقطع الاعاره، هو اصلا مش موجود في صيغه التعاقد بيننا وبين بعض. فانا اعتقد ان هو كمان لسه قدامهم شويه. يعني حسام اشرف يعني شويه كده، هو طبعا انضم للمنتخب الاولمبي طبعا في النهارده في التجمع بتاع بكره ده ان شاء الله، يعني عشان تصفيات باريس. لكن حسام اشرف عنده لسه حاجات كبيره جدا جدا هتظهر مع الوقت، حاجه محترمه جدا. نفس الكلام على ماجد هاني، نفس الكلام على طارق علاء. بس لا، ما فيش اي نيه ان احنا نقطع الاعاره خالص. ما ينفعش، ما ينفعش، عشان ما ينفعش، احنا ما عندناش النية. انا اقصد ما ينفعش ليكم انتوا، عشان انتوا هل هم انتم بتتعاملوا معاهم ان هم اعمده رئيسيه في الفريق يعني بص الفتره دي على الاقل. بص ما فيش اعمده رئيسيه في الفريق على اشخاص، لانه زي ما اتكلمت معاك احنا عندنا بدائل لكل الناس. لكن انا ما ينفعش في الفتره دي ان انا افرب بسهوله. فهمت. احنا لازم لان احنا بنشتغل على حاجه مهمه جدا، كابتن احمد عبد الروف بيشتغل عليها طول الوقت مع اللعيبه، ان احنا يكون عندنا هويه، يكون عندنا شخصيه للفرقه. فالمشكله مش في ان انت تعوض اشخاص، المشكله ان انت تعمل دروب في شخصيه الفرقه، وهو ده اللي احنا عايزين نحافظ عليه. طب خليني اسالك سؤال مهم جدا وفرصه يعني وانت معايا. في كتير قوي رؤساء انديه او مسؤولين في انديه كل ما اجي اسالهم اقول لهم هو انتوا ناويين تبيعوا اللاعب الفلاني، ناويين تمشوا اللاعب الفلاني، فاول جمله يقولها لي يقول لي لا 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 احنا مش هنستغنى عن اي لاعب في الفريق، رغم انه اكبر انديه العالم عشان مواردهم الماليه وعشان يطوروا الفريق يقول لك لا انا ابيع لاعب برقم كبير جدا هقدر بيه اشتري 3 4 وادفع مستحقاتي واعرف اعيش بشكل كويس. ليه الجمله دي دايما بنقولها؟ ليه ايه؟ لا لا انا مش هبيع اي لاعب، وكانها حاجه عيب. هل انت عندك استعداد او انت بتفكر بالطريقه؟ انا عارف انت راجلك راجل بتدور طول الوقت على موارد للنادي، صح؟ فمش عيب انك تبيع لاعب مهم في الفريق مقابل انك تجيب 3 4 لعيبه اخرين يعني. طيب انا من اول ما دخلت مجلس اداره، مش بس دلوقتي يعني، وانا عندي مبدا انه اي حد متاح التفاوض عليه هايل. دي اي حد متاح التفاوض عليه ممتاز. اقبل امتى؟ مش معناها ان انا اقبل اي حاجه. لا، اقبل التوقيت المناسب، صح، دراسه مناسب. الرقم اللي يكون مناسب يكون اقدر اعوض بيه حاجات عندي فيها نواقص، صح. وخصوصا كمان ان انا انه من الابواب الرئيسيه زي ما حضرتك بتتكلم على الموارد، من الابواب الرئيسيه واحنا بنكون الفريق ان احنا يكون عندنا جزء استثماري، صح، يجيب عوائد للنادي كله مش بس الفريق الكوره كمان بس. فلا احنا بالعكس، عشان كده اي لاعب بلديه في عنده كمان لعيبه صغيره، ما اللعيبه الصغيره دي اللي تقدر تستثمر فيها طبعًا بعد كده. طبعا احنا عندنا اكتر من 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 نص الفرقه 2001 2003 ممتاز. فلا موضوع الاستثمار في اللعيبه والتنقلات ما بقاش، بالعكس ما بقاش عندنا في اي مشكله. هل انت خالص مثلا انت راجل نادي جماهيري يطلع لك نجوم في الفريق، يعني بلديه محله من اولها كده عنده كام نجم في الفريق، فيقول لك ايه؟ بص انت لو بعت اي لاعب الجمهور هيقلب عليك قلبه كبيره، انت كراجل بقى رئيس نادي، الكلام الشهير ده، فما تبيعهوش حتى لو انت محتاج انك تبيعه. هل انت من الناس اللي ممكن تتعرض لهذه الضغوط تقبلها؟ بص انا يعني ببقى مقدر جدا جدا مدى خوف الجماهير على الفريق، عظيم، ولكن في الاخر الجمهور محتاج فرقته تكسب، محتاج فرقته يكون شكلها كويس، محتاج فرقته تكون طول الوقت بتعمل مباريات كبيره وبتقدم نجوم كبيره. بالعكس دي حاجه تبسطهم ان احنا نكون مع اول سنه عندنا اكتر من حد، اكتر من لاعب الناس انديه بتتكلم عليه سواء جوه مصر او بره مصر. دي حاجه بتبسطهم. احنا عندنا جمهور البلديه واعي جدا، لانه على مدار سنين حركة 15 سنه في القسم الثاني احنا ما عندناش جمهور قل، صح. دايما مباريات بلديه المحله تحت الجمهور بيزيد بيشجعوا، لا وعندنا جمهور بيزيد، مش اللي هو يأس بقى وانه خلاص بقى، لا 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 خالص. احنا جمهور البلديه لف ورا الفريق 15 سنه في الدرجه الثانيه، كل انديه مصر وكل محافظات مصر.
فالحقيقه جمهور كبير جدا وعظيم وعنده وعي وحب لفرقته كبير جدا جدا. فعمره ما هيبقى شايف ان في حاجه كويسه جايه للفريق وهم عارفين كويس ان احنا عندنا مشاكل ماليه وبنحاول وبنسعى طبعا. وعندهم الحمد لله ثقه كبيره جدا فينا يعني ان احنا نقدر ان شاء الله نعوض يعني. انا فاكر على مدار الدوري سنين طويله على 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 مدى شوفي انا للدوري يعني في انديه كتير كان عندها نجوم والانديه تقعد تتفاوض عليهم يقول لك لا لا انا مش هبيع عشان الجمهور ضاغط عليا لو بعته هيروح في 60 داهيه والنادي بعد كده كله يهبط يعني انت عشان ما تبيعش لاعب وتحل مشاكلك النادي كله يهبط. فكان بيضايقني جدا هذا الامر. طيب انت بشكل رسمي بشكل رسمي او حتى تليفونات لو اعتبرناها بين قوسين تليفونات رسميه جالك عروض على لاعبين في بدايه المحله ولا ما فيش اي عروض؟ يعني سامة مهمه دي يعني في كلام في كلام على لعيبه كتير في كلام على اكتر من لاعب يعني اكتر من لاعب في كلام على اكتر من لاعب. طيب دون تحديد اسماء عشان اكيد لو انت قلت اسماء ممكن تعمل خلل للفريق بس فيهم ناس ممكن يطلعوا في يناير يعني بعد المحله ممكن يطلع منه لعيبه في يناير بعد طبعا استشاره الكابتن احمد عبد الرؤوف. انا بكمل لك الكلام كله هي قصه مش يناير القصه زي ما قلت لك اختيار التوقيت يكون مناسب لينا كمجلس اداره لتوظيف البديل ده لازم يرجع فيه الجهاز الفني الكابتن احمد عبد الرؤوف. المقابل اللي هيت المقابل اللاعب اللي هيطلع من عندي ده سواء في يناير او في نهايه الموسم هيكون مناسب لنا كنادي ولا مش مناسب. صحيح ثلاث حاجات دول اي مانع ما فيش اي مانع لا طبعا لو في الثلاث حالات دول توفروا مقابل مادي وتوقيت مجلس اداره والجهاز فني قرار من الجهاز الفني بقياده الكابتن احمد عبد الرؤوف طبعا مش هيبقى عندنا اي مانع. طيب عايز اسالك سؤال برضو شاغلني جدا هو المحله بلديه المحله ده بيجيب فلوس منين يعني النادي عشان دايما الانديه الجماهيريه العظيمه اللي لها تاريخ دي بقعد اسال نفسي سؤال هو طب هيجيب موارد منين ده بيجيب فلوس منين اللعيبه دي بتاخد فلوس ازاي حتى لو العقود قليله بس برضه هي دي بتخش منين يعني. طيب بص حضرتك احنا موضوع صعب جدا بيبقى فيه معاناه كبيره جدا ومجهود كبير جدا جدا مجلس اداره بيبذله لكن الحقيقه لازم برضه اشكر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على دعمه ومش بس دعم هو يعني احساس كبير جدا جدا بمعاناه الانديه الشعبيه والجماهيريه ومهتم جدا ان هم يكونوا موجودين دايما في المشهد. بشكر كمان رابطه الانديه المحترفه والنائب احمد دياب لانه في كل التفاصيل كان موجود معانا الحقيقه يعني ما فيش تفاوض احنا دخلناه من يوم ما صعدنا دوري ممتاز الا ما كان هو موجود معانا وبيبذل مجهود كبير جدا جدا ان احنا نظهر بشكل كويس ويوفر لنا كمان امكانيات ماليه مساعده لده. عندنا عوامل بجانب ده وده احنا بنشتغل بنشتغل ان احنا نجيب ننمي موارد النادي نجيب افكار كمان مختلفه بره الصندوق ما كانتش موجوده زي اعلانات على السور الخارجي زي رعايه على الكارنيه زي اعلانات داخليه حاجات كلها بره الصندوق غير الموارد الاساسيه اللي بتدخل عندنا في النادي زي الاشتراكات والعضويات والمحلات دي موارد اساسيه كده كده موجوده والايجارات والحاجات دي كلها فبنحاول ان احنا نوفر ده مع ده مع ده ونحاول ان احنا نحرك الدنيا. ممتاز يعني. هل بلد المحله عايز ينقل مبارياته لكفر الشيخ ولا مستمر في المحله؟ لا هو دي اشاعه طلعت كان غرض منها تقريبا الدوري كان مريح فكان الناس قالوا يعني نتكلم في حاجه ايوه فقالوا يعني نتكلم مكملين لا احنا طبعا طبقا للائحه احنا لازم يكون عندنا ملعب اساسي وملعب احتياطي صح. طبعا كنا بنتمنى ان احنا نلعب على ملعب بلديه المحله وعملنا محاولات كبيره جدا ولكن لظروف لسه عدم جاهزيه بعض الحاجات وموافقات الامنيه نظرا للظروف اللي احنا يعني بنعدي بيها دلوقتي ارجانا ده لفتره لاحقه يعني فبقى ملعبنا الاساسي غزل المحله وبشكر الحقيقه كل اداره غزل المحله على ترحيبهم وعلى يعني حرصهم ان احنا نكون موجودين ولازم يكون عندنا بقى ملعب احتياطي او اللي هو الملعب البديل فتوجهنا لكفر الشيخ نظرا لقربها الشديد جدا جدا جغرافي من المحله يعني فاحنا عندنا ملعب اساسي غزل المحله وملعب الاساسي في غزل المحله طبعا ان شاء الله. دكتور مصطفى اتشرفت ونورت حقيقي الحوار معاك كمان وانا حاجة. والله يعني سعيد جدا جدا وبحيي حضرتك على المجهود الكبير اللي عامله الاطلاله الرائعه يا رب يخليك وكل فريق الاعداد وكنت سعيد جدا بوجودي معاك اتمنى لك يا رب كل التوفيق شكرا ربنا يخليك شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا اشوفكم يا رب على خير.